السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واصل لحضراتكم يا جماعة؟ الصوت والصورة والأمور كلها تمام؟ طيب، ممتاز ممتاز. طيب، أنا برحب بحضراتكم في تدريب جديد من تدريبات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. تدريبنا اليوم هيدور حول موضوع تطبيقات الهواتف الذكية أو الأبليكيشن اللي بتبقى موجودة على الموبايل وإحنا بنتعامل معاها، يعني وليكن تطبيق زي الواتساب، إزاي تطبيق زي ده بيتعمل ونعمله انستول على الموبايل عندنا. ايضا ممكن تطبيق تاني زي التقويم او الكليندر، ازاي نعمله وهكذا، التطبيقات المختلفة. احنا طبعا بنهتم بشق تاني من انواع التطبيقات، وهي تطبيقات تعليمية. وطبعا التطبيقات التعليمية ما بتجيش في يوم وليلة كده على طول، احنا لازم ناخد البيزك او الاساسيات. طيب، يعني معنى الكلام ان احنا هنقدم لحضراتكم تدريب بعنوان التطبيقات التعليمية وإنتاجها على الهواتف الذكية. هيكون معاكم في هذا التدريب الدكتور عبد الرحمن أحمد سالم. أنا وظيفتي مستشار في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مدير وحدة التطوير المقرب بالعمادة. والتدريب ده بإذن الله تعالى هيكون على يومين، اليوم وغدا بإذن الله تعالى. هناخد يعني تقريبا بمقدار 6 ساعات تدريبية، 3 ساعات في اليوم الأول و3 ساعات في اليوم الثاني. وإن شاء الله بإذن الله هدفنا هنا في هذا التدريب إن احنا نكسر الجمود بإنتاج التطبيقات التعليمية. أنا عشان أكون صريح مع حضراتكم، هنقول إن احنا عندنا بالفعل في الجدول التدريبي دورتين للتطبيقات التعليمية على الهواتف الذكية. لو تلاحظ في العنوان على الشاشة قدام حضرتك هتلاقي المستوى الأول. المستوى الأول ده احنا قدمناه الفصل السابق. أيوة دكتور أحمد، الصورة بالفعل ثابتة عشان أنا لسه ما عرضتش حاجة. ده دي لسه زي البانر بتاع التدريب، البانر اللي هو في العنوان اللي فيه الحاجة اللي بتكلم عليها يعني. فأول ما أخلص الانترودكشن الخاصة بالبانر هنبتدي عملي على طول، وهعمل شيرنج للديسكتوب. بس حتى الآن احنا ما خرجناش عن البانر يعني. تمام يا دكتور احمد؟ تمام. فبنقول ان لو تلاحظ في البانر اللي قدامنا هتلاحظ تحت او بجوار عنوان التدريب عندنا بيقول لك المستوى الاول. هل في مستوى تاني؟ ايوه، هذا الفصل. نعم، في نهاية الفصل، ويا ريت حتى تقدموا عليها من دلوقتي قبل ما تختفي، عندنا المستوى الثاني او ليفل 2 اللي هو خاص بالتقارير والفورم والريبورت، حاجه ادفانسد شويه. التدريب الخاص بالاندرويد بالنسبه لي انا كعبد الرحمن كراجل متخصص في الموضوع ده موجود في 4 ليفل، 4 مستويات. في مستوى منهم اول، الاول اللي انتوا بتاخدوه ده اللي احنا قلنا اخدناه قبل كده الفصل السابق مع بعض الزملاء عندنا، اللي هو موبايل ابلكيشن ديفلوبمنت، اللي هو بيزك سكيلز اللي بنقول عليها ويزاوت كودينج، يعني انتاج تطبيقات او تطوير تطبيقات الموبايل بدون كتابة كود. بدون كتابة كود طبعا. ليه بدون كتابة كود؟ يعني انا يعني لسه ما تعرفتش على الزملاء اللي موجودين معانا في التدريب، ولكن هنجد منهم بعض الزملاء من كلية شريعة، من كلية التربية، من كلية الزراعة، من كلية اللغة العربية، تخصصات مختلفة، جغرافيا، تاريخ، قسم مثلا علم النفس، وما لهمش أي علاقة بالبروجرامينج، هم مش بروجرامر. حتى لو ممكن تلاقي ناس في كلية الهندسة ولكن هم قسم لا يهتم بالبرمجة، هو مثلا قسم مثلا هندسه مدنيه مثلا. دكتور عجلان اهو، ازيك يا دكتور؟ دكتور عجلان كان معايا خبير محتوى
في تصميم احد المقررات على المستوى الكامل، ازاي دكتور عجلان بيقول لنا انا من كليه الاقتصاد والاداره. تمام، بس كليه الاقتصاد والاداره ساعات بيدوا مواد كمبيوتريه عند سعادتك يا دكتور، ولكن بندي بعض التخصصات اللي ممكن تبقى نادر اللي يكون عندها زي كليه الشريعه، اللغه العربيه، التاريخ. فطبعا انتوا مش محتاجين تتعلموا كود، انتوا عايزين حاجه سهله بتنتجوا من خلالها التطبيق الاندرويد اللي انتوا عايزينه. وبالتالي الليفل 1 عندنا هيكون ويزاوت كود، اللي هو المستوى الاول اللي بيقول عليه موبايل ابلكيشن ديفلوبمنت بيزك سكيلز ويزاوت كود، فبدون كتابه اي كود. ده المستوى الثاني اللي هناخده في نهايه هذا الفصل، وان انا بحثكم انكم تقدموا عليه من الان، اللي هو برضو ويزاوت كودينج برضو بس فورم اند روبوت او ريبورت. دول مستويين مهمين جدا المفروض احنا هنشتغل عليهم هذا الفصل، ولاحقا هيكون عندنا الفيرست ستيب ان كود، بس هتبقى للمتخصصين اكتر او لحضراتكم لو تفهمتم المستوى الاول والثاني، يبقى ممكن الثالث والرابع فيما بعد انكم تلتحقوا بيهم. طيب جميل جدا. في البدايه بنعرفكم ان احنا كاتبين المستوى الاول، اذا يوجد ثاني وثالث ورابع وهكذا لهذه الدوره. طيب امتى الثاني؟ الثاني في هذا الفصل. اذا تستطيع انك تاخد الاول والثاني خلال فصل واحد بمقدار الدورتين 12 ساعه تدريبيه، 6 و6. تمام؟ طيب جميل جدا، حتى الان احنا كده متفقين على المبادئ والاساسيات. تعالوا بقى مع بعض نبدا الانطلاقه الاولى. ازاي هنصمم تطبيقات تعليميه للهواتف، او نقدر نطور ابلكيشن للموبايل بدون كتابه اي كود؟ هل في مواقع بتدينا الميزه ديت؟ طبعا في مواقع كتيره بتدينا هذه الميزه، وليكن على سبيل المثال موقع اسمه اندرومو، يعني هي حتى هم اخدين من اندرويد، حته من الاندرويد وحته تانيه كده للموقع، وكاتبين اندرومو ده كموقع. تعالوا مع بعض حتى انا اعمل سيرش مع حضراتكم، يعني خلونا حتى نعمل سيرش مثلا، ونقول في السيرش ده انا يمكن ما دورتش مؤخرا، كان يعني حتى لما اجي اعمل بس كده مشاركه لسطح المكتب عشان بقى تبداوا تتابعوا معايا، وهقول مشاركه لسطح المكتب الشاشه كلها، بس انا هقفل عشان عايز الصوت يشتغل، فانا هقفل تاني كده واشغل بالصوت المره دي، الصوت يشتغل من البراوزر. فبس اكدوا عليا في الشات لو حضراتكم ايه شفتم الشاشه، يبقى الامور كده ايه تمام يعني. تمام. في البدايه كده انا عايز اعمل سيرش، لو انا عايز اعمل سيرش هاجي كده في البراوزر واقول انا عايز اعمل سيرش على البيست اندرويد ويب سايت مثلا، يعني مثلا هقول مثلا بيست اندرويد ابلكيشن ويب سايت بيلدر، وانا هدي له اشاره، هدي للسيرش اشاره ان انا ببحث عن برنامج او ويب سايت او نظام انا عارفه، تمام، اللي هو الاندرومو. تمام، ده انا بستخدمه، فانا هقول له هات لي المجموعه اللي مكتوب فيهم كده. فهنا بيقول لك انك ممكن تدخل على طول عليه على طول، وممكن يقول لك هنا يعني مثلا ده هو على طول هو اداني فوكس على الاندرومو، ما تجابليش اور بيست اهو مثلا، يعني هو جاب لي الموقع ولكن انا عايزه يعني اوريكم كذا موقع يعني. والله ده هنا بس مش عارف الاوبشنز توب 10 ده في توب 10 هتبقى موجوده ولا لا. موبايل ابلكيشن ديفلوبر جايب لي برضو حاجه ثانيه، وجايب لي هنا برضو اختيارات عده ان انا اقدر بيست ويب سايت بيلدر ابلكيشن فور اندرويد. ماشي، تعال نشوف هنا جاب لي حاجه مفيده ولا لا. دي لا، هو هنا جاب لي الهوستنج، جاب لي هوستنج سيرفيس، يعني استضافه مواقع ويب سايت، يعني موقع الجامعه مثلا على سيرفر، ده سيرفر زي يعني بيقول لك احنا في استضافه للمواقع، دي استضافه
دي كلها استضافه موقع، فاذا دي ما تلزمنيش. هو حتى قايل لي على العنوان دي هوستنج سيرفيس بيست ويب هوستنج، استضافه مواقع الويب، ده مش موضوعي انا بساله في حاجه تانية يعني. فهنا برضو جاب لي هنا حاجات للاندرويد، ولكن انا شايف ان هي مش هتفيدني. فهنا برضو بيدينا بقى هنا كونفرتر، يعني برضو السيرش بيبقى شكله جميل بيفيدني في حاجه. خد بالك بيقول لي هنا انت ممكن اي ويب سايت تحوله اي او اس للايفون او للاندرويد، اي ويب سايت من خلال الموقع ده. جميل جميل، يبقى في فايده جت لي من السيرش ان انا عندي موقع ان انا اقدر اكونفرت بيه الويب سايت الى ابلكيشن، موقع الجامعه مثلا احوله الابلكيشن على الموبايل. جميل، هنا برضو اداني عده اختيارات لانتاج الويب سايت بيلدر واشتغل على هذا الاساس. طيب يعني هنا برضو بيديك عدد من المواقع، يعني هنا برضو الويب سايت بيلدر للابلكيشن مثلا الاندرويد على هذا الاعتبار بيتكلم. فهنا بيديني المفروض عدد من الخيارات مثلا، في حاجات من دي تقدر نشتغل عليها، ولكن ديت انا جايب لكم الافضل يعني، فاعطيك هنا عدد من الاختيارات والمواقع والبرامج اللي انت تقدر تشتغل عليها. طيب جميل جميل جميل، السيرش برضو بنستفيد من، بيقول لك توب اعلى خمس ويب ديزاين ابلكيشن فور، برضو هنا برضو بيجيب لك سيرش. انت لازم تبحث، البحث ده بيفيدك في البدايه في كسر الجمود، يعني انك تبحث عن الحاجه اللي انت عايزها يمكن تجيب معلومه ايه ذات فائده. هنا جايب لك برضو ويب سايت اهو بينتج الاندرويد، جميل جدا ده، بيجيب لك شاشات الموبايل ويقول لك حط الصوره فيها واعمل سيرش، وده ابلكيشن تراي ات فري، بيقول لك جربه الموقع ده، واعطيك اللينك بتاعه. جميل، ادي واحد ماشي الكلام، ادي التاني ادوبي اكس دي بيقول لك ازاي تعمل موبايل، ده تاني بس اصعب شويه، وادي بتطبيق تالت. جميل جميل، يبقى هنا بقى في فايده اهي جت لها، ماشي الكلام، بقى في فايده وجاب لي عدد من المواقع والبرامج اللي تقدر تنتج منها الاندرويد. جميل، ودي مفيده جدا، وده ويب ديزاين ابلكيشن فور اندرويد. تمام، يبقى ده كده مقاله مفيده جدا، وممكن انا اسيبها كده متعلقه كده، اخدها في الاول معايا كده نستفيد منها. تعال نشوف برضو السيرش الاخير ده، ده يعني انا عايزه يديني بوينت، يقول لي الموقع الفلاني الفلاني الفلاني، انا بيقول لك مثلا في تمبليتس هنا، وادي موقع تاني تقدر تشتغل من خلاله، بيديك برضو اختيارات. طيب خلاص احنا بحثنا وشفنا وكسرنا الجمود وقرينا عن الموضوع، المفروض بقى انت بحثتهم وشفتهم وقريت واستشفيت بعض المعلومات، خلاص جميل جدا، تقدر بقى تستخدم او تختار اي تطبيق انت عايزه. التطبيق اللي انا عايزه في البدايه هو تطبيق انا هسيرش عليه على الانترنت، هو الاندرومو. الاندرومو ده عربي وانجليزي وبينتج للاندرويد والاي او اس، ده موقع يخلينا نقدر نستخدم تطبيقات او ننتج تطبيقات الجوال، ابلكيشن بيلدر. جميل، يعني ده الاول. طبعا هنا في بعض المعلومات عنه، هو فري، يعني بيقول لك هو كومبليتلي فري، كومبليتلي فري، بس ممكن تقدر تستخدمه بمزايا محدده، في بعض المزايا الاخرى اللي ممكن يجي يقول لك ادفع علشان ايه تاخدها، بس هو كويس، هو ك ك ك ك كستيب اولاني، كفيرست ستيب في شغلك هو كويس. في نظام اسعار، في نظام اسعار بس احنا مش هنشتري. جميل جدا، طيب يبقى كده احنا اطمننا، وتقدر تنتج بيه برامج، وفي فيديوهات تعليميه ليه اذا مش هنتساب كده، وفي عليه ليه معلومات عن نت كتير. طب تعالوا نشغل مع بعض. طبعا عشان تشغله لازم يبقى لك ايميل عشان تقدر تعمل ساين اب ويبقى عندك اكونت، فالافضل يكون ليك ايميل. انا طبعا عندي هنا ايميل واشتراك، ولو هو كان في مشكله في الاشتراك ده انا اعمل ايميل جديد، ولكن انا هعمل ساين اب امام حضراتكم اهو. وبيقول لي بقى بيستشرني، بيقول لي تدخل بالفيسبوك ولا تدخل بجيميل ولا تعمل اكونت جديد مثلا، فاقول له لا خلينا في الجيميل، انا عندي جيميلات كتير،
فهقول له لوج ان ويز جيميل، فما فيش عندي مشكله. فبيقول لي بايه بقى، باي جيميل؟ بايميلك ولا ايميل الجمعيه ولا ايميل ادم ولا علي ولا ايه بالظبط؟ تعالى ندخل بالايميل بتاعي عبد الرحمن سالم، واقول له يلا. والله يعني الايميل تمام، هنا اوكي، ما عملليش اي مشكله ودخل. وانا كنت عامل بنفس الاكونت ده تطبيقين من شهرين، تطبيق اسمه مقدمه في الحاسب الالي، وحاطط عليه صورتي، اللوجو بتاعه صورتي، وتطبيق تاني للجمعيه المصريه للكمبيوتر التعليمي برضو من شهرين كتجربه يعني. والله كويس، يعني معنى كده ان هنا في حاجات سابقه يعني كنت شغال عليها. طيب تعالوا اديكوا لينك واحد من التطبيقين دول، تعالوا نشغل التطبيق ده اول. ده في ايه؟ ده فاضي ده؟ يعني ده شكله فاضي خالص، ما فيش فيه حاجه. طيب اروح للمشاريع التانية واجيب المشروع اخوه ده، فاضي برضو يعني يعتبر ولا لا؟ في ده في حاجه، ده في شغل، ده يعني يعتبر في شويه كلام كده عن يعني تطبيق، في لينكات وفي قائمه تضغط عليها وتختار حاجات. اي نعم، تطبيق اي كلام مش مكتمل يعني. في شوية صور كده عن الجمعية وحاجات من دي، ولكن هو تطبيق. طيب تعالوا مع بعض كده، اديك لينك التطبيق ده كده، ناخد فكرة عن ايه اللي موجود في هذا التطبيق. يعني انا ما يعني عايز اشوف التطبيق ده، انا اقدر اصدره اديهولكم؟ ده مشروع دلوقتي، اقدر الغي اي حاجة منه واشتغل، بس هل انا اقدر اصدر المشروع ده من حيث المبدأ؟ اصل انا برضو مش هخليك تستخدم موقع وتتعب وتنتج صفحات وتحط صور، وانا حاطط صورتي اهوت في المؤتمر الاخير في افتتاح، وحاطط فيديو في جلسه الافتتاح والسيشن بتاعت المؤتمر، وقائمه طويله عارضه بقى، واباوه الجمعيه، وانت عمال بقى تطور وتشتغل وتعمل، وفي الاخر ما يطلعش بيتصدر. فانا هنستفيد ايه كده؟ فاحنا بنستخدم الاندرومو على بيلدر علشان انا اقدر اطلع برنامج اندرويد. فانا جيت هنا لقيت برنامج اندرويد عبد الرحمن كان عامله جاهز، تعال نبني التطبيق ده. فانا هنشئ حزمه جوجل، او ممكن مش جوجل يعني، ممكن اعملها اندرويد عام وانشئ حزمه وابعتها لكم عبر الواتس. فمش عارف انا هنا الواتس هيبقى فين؟ التطبيقات التعليميه اهو، هنا الواتس، ده الواتس بتاعكم يعني، تمام. فنيجي هنا نقدر نشتغل هنا عبر الواتس ده. يبقى انا كده هبعت لكم هنا، لو اي حاجه هتحملوها على الموبايل هبعتها لكم عبر الجروب بتاعكم هنا. تعالوا نجرب. يبقى انا كده عندي هنا التطبيق غير جاهز، وانا عايز اجهز التطبيق بتاعي ده. فانا عندي هنا اختيارات مبدئيا يعني، تعالوا ناخد الاختيار الصعب. يعني الاختيار الصعب لما احب انشئ ابل اي او اس، هيقول لي ادفع. هنا بقى يقول لك لا، انت لازم تعمل ابجريد. اذا نفهم من كده قبل ما نستخدم البرنامج ده، انك تقدر تطلع جوجل على جوجل، تمام، تقدر تطلع لينك عام وتبعته عبر الواتس والناس تحمله وتحمل تطبيقك. اما الاندرويد مش هينفع، سوري، اما الابل مش هينفع، علشان تعمل ابل لازم تدفع. طب تدفع كام؟ مبلغ اكيد رمزي يعني، اسمحوا لي ان انا اشوف الترقيه دي هتبقى سعرها كام. بس احفظ وتابع، هيقول لك ادفع 21 دولار في الشهر، يعني لو انت عايز اشتراك دائم، او هتشترك مره واحده وتصدر. يعني هي بيقول لك هتنشر على جوجل وكلام من ده، يعني هتدفع. طبعا استخدامات هنا غير ربحيه، لو انت قلت له انت غير ربحي هتدفع 8 بس، غير ربحي، ما احنا اساتذه جامعات. ده لو انت عايز تطلع لايه؟ للابل. انما لو انت هتنشر على جوجل او هتشتغل بس في الجزئيه انك تدي لينكات المشروع للطلبه، فانت مش محتاج حاجه خالص. طيب انا هنا عندي المشروع، تمام؟ هنا في اخطاء، بقول له، بيقول لي حلها، حل الاخطاء اللي في المشروع. طبعا انا شريط التنقل السفلي ده عامل له قلق ان مفيش لينكات، هو عايز هنا يو ار ال لينك. فسامحوني بقى، انا هدي له لينك هغلس عليه، ادي له لينك التدريب يعني. انا عايز احل المشكله بشكل سريع، ادي لينك اهو،
فمش عارف بقى هو يقبل بيه ولا هو عايز دينك جوه، او انا الغي له الزر خالص يعني. تمام، مش الغي له الازرار دي بدل عنده مشكله. شوف في مشاكل تانية حلها الان يعني، هو ده مشروع كان موجود خلاص ما عادش في مشاكل تقريبا. الانشاء بقى التطبيق هنا ماشي خلاص، يبقى انا كده عندي التطبيق هنا الغير محدود تدفع فيه. اما التطبيق بتاعك اللي انت هتنشئه، الانشاء تطبيق محدود تمام مفيش فيه اي مشكله، بيبدا ينشئ. شوف بقى العلامه اللي شغاله دي معناه ان التطبيق ده مفيش فيه مشاكل وهو بيبدا ينشئه لي. ما تقوليش بقى يا دكتور عبد الرحمن انت كنت انشاته ازاي وعملت ايه، ده اللي لسه هشرحه لك. هنا اداني رساله خطا وبيقول لي راجع البريد الالكتروني بتاعك يعني، على اعتبار انه هيبعت لي حاجه هنا يعني، فانا منتظرها لو في حاجة هيبعتها لي يعني. المهم الـ 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 أي مشكلة عنده بيظبطها معانا، قد يكون ناقصه حاجة، قد يكون أنا الوضع التجريبي بتاعي مدته انتهت عشان استخدمت الإيميل قبل كده وفي شغل عديت الفترة بتاعته، وبالتالي هو بقى إيه شغال معايا. بقول له أنا عايز أنشئ محدود، بيقول لي إحنا بنبدأ التطبيق، وبعد كده يقول لك هنبعت لك إيميل هنا باللينك لو في أي مشكلة ويقول لي عليه. هو بعت لي فعلا، هو بعت لي اسباب المشكله، بيقول لي الابلكيشن بتاعك بقى فيه الاخطاء الفلانيه وعشان هتعالجها. طبعا ده عشان ده برنامج تطبيق قديم موجود يعني، لو انا بعمل تطبيق جديد ونشتغل فيه مع بعض ممكن يحل لنا المشكله اكتر. طب جميل جدا، يبقى هنا البرنامج فعال بيحاول يصدر وبيحاول يشتغل. طب لو انا جيت عبد الرحمن ده لو حاولت اصدره، وهو المفروض عبد الرحمن ده في حاجات بسيطه يعني، لو قلت له انشاء التطبيق وقلت له انشئ التطبيق هنا محدود، هل هيديني نفس المشكله؟ يبقى انا هغير الاكونت على طول. هو ده حاجه صغيره، ده ما فيش فيه كلام كتير يعني، انا حاطط فيه ادوات فاضيه يعني. المهم هو بيحاول ينشئ التطبيق، طبعا ده فاندمنتالز، دي اساسيات بديها لحضرتك نطمن على البيئه اللي احنا هناخد فيها الف ب يعني، احنا ناخد الموضوع من اوله. لكن انا بحاول اطمن ان البيئه دي بيئه جاهزه لشغلكم، واديك لينك من جواها عبر الواتس تحمله عندك وتشوف هيشتغل معانا ولا لا. طبعا ده في كذا عنصر، فهو الراجل شغال هنا بيحاول يعمل ريندر، وادي كل الادوات الموجوده بي دي اف وكروت وي 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 وي، وهو بيقول لي جالر انشاء فوقهم، معناه انه بيحاول ينشئ حتى تطبيق للقبله والكيو ار كود ريدر وفي بعض الادوات القويه في مشروع جاهز موجود معانا. انا برضو اللي عامل ده، فلو في مشكله كان هيقول لي في مشكله قبل التصدير، ولكن لو هو قدر يصدر قدر، ما قدرش هيبان معايا الاسباب ويبعت لي ايميل برضو تصحيح. طبعا وهو شغال كده، هو جاري الانشاء اهو، هو شغال مع نفسه. ممكن انا اقدر اخد تاب جديد منه يعني اخد تاب من الاندروم وكده يعني، احاول كده بالشكل ده. هو شغال في سكة جاري الانشاء وانا اشتغل معاه في سكة تانية خالص. طبعا هنا المشروع ده ادالي فيه مشكلة 57 ميجا، ما هو كبير والله يا جماعة، والمشروع ال 4 ميجا ده اهو شغال بيحاول يخلصه. ماشي الكلام، بيحاول يخلصه عشان حجمه صغير. طيب جميل جدا، تعالوا مع بعض هنا. هل وهو شغال كده مع نفسه انا اقدر انشئ تطبيق من البدايه او من فورم موجوده عندنا؟ اه طبعا، يعني انا اقدر اكليك شمال هنا عشان اشوف التطبيقات اللي جاهزه. جاي يقول لي بقى يسالني انت عايز تنشئ تطبيق لمحل ملابس ولا متجر العاب ولا محل ادوات رياضيه زي الجاسر اللي هم موجودين في بريده، ولا محل بيع اساس ومفروشات، ولا حرف يدويه، ولا بيوتي سنتر، ولا مجوهرات، ولا تجاره الكترونيه، ولا انت عايز ايه بالظبط؟ انا راجل بتاع تربيه، فانا بدور هنا على حاجه تعليميه تمام. فبمشي معاه كده بشوف هنا البدايه السهله، بشوف بقى امشي الجميع. عندنا هنا أجزاء تانية، وليكن أنا بمشي معاه كده محل، هو ده طبعا محدود بالإمكانيات دي، محتوى محتوى. ف
فانا ممكن اخد مثلا نشوف بس حاجه ملائمه، نموذج تجاره الكترونيه فارغ، ممكن يعني ممكن نشتغل بالشكل ده ويبقى نشوف الوضع بتاعه وننشئ تطبيق جاهز بالشكل ده. اذا بقى في فورمه، في اكتر من فورمه موجوده عندنا شغاله. طبعا هو هنا خلص، ماشي الكلام، هو هنا خلص بدون مشاكل، بيقول لي تطبيقك جاهز وتمام التمام وقم بتنزيل تطبيقك. طبعا انا عندي التطبيق ده موجود عبر اي بي كي، فايل اي بي كي، فانا هاخده احطه هنا في الفولدر ده وابعته لكم عبر الايه، عبر الواتس، تحملوه على موبايلاتكم وتعملوا لي برنت سكرينات في الواتس انكم عرفتوا تحملوا التطبيق عندكم. يعني انا هنا فايل وادي تطبيق اولاني كده مع بعض جاهز من قبل كده، مخرج من مخرجات البرنامج، وهناخده مع بعض. ده تطبيق، ماشي الكلام، انا زيكم بالظبط. هاخد الموبايل بتاعي الان، اشوف بس اطلع الموبايل اهو وهحمل التطبيق ده. انتوا حضراتكم بس هتعملوا داونلود وتحملوا التطبيق ده من جروب الواتس وتدوني فيدباك عبر الواتس، وتدوني برضو فيدباك فين؟ هنا في الشات في الجلسة. هضغط عليه كليك شمال، بيقول لي مقدمة في الحاسب انستول، هقول له اه انستول، اسمحوا لي اعمل لكم برنت سكرين، اعمل لكم برنت سكرين هنا، بيطلع لي الشاشة دي، هبعت لكم في الواتس يا جماعة. فبيطلع لي الشاشة بيقول لي مقدمة في الحاسب الآلي وكلام من ده. انت بتضغط على انستول، طبعا بتضغط على انستول بحيث انك تبدأ تحمل، فبيبدأ يحمل معاك انستولينج وبيخلص الانستول، فبيقول لك بقى دن ولا اوبن. فاسمحوا لي برضو بعد ما بيخلص انا ايه، ابعت لكم صورة لبعد ما خلص بيقول لك اوبن ولا دن. فانا انت دن خلاص، هو اتحمل عندك، اوبن انك هتشغله. فلو انت قلت له اوبن فبيطلع لك الشكل ده، ابلكيشن، بيكون معاك ابلكيشن موبايل كده جديد على موبايلك. وحتى لو انت بصيت في السكرين عندك هنا هتلاقيه موجود عندك كده ايه في الشاشة. يعني لو انت عندك شاشة على الموبايل، تعالوا كده برضو اعمل لكم سكرين كده، وانا اهو برضو موجود، نزل عندي على الموبايل هنا في مكان فاضي حتى لوحده اهو. فانا عايز الزملاء دلوقتي اللي شغالين معايا، اللي حمل التطبيق اللي اسمه عبد الرحمن، مقدمة في الحاسب اللي عليه صورة عبد الرحمن ده، يأكد علينا يعني يورينا هو حمل ايه، التطبيق موجود في ايه، المنيو، الداشبورد بتاعته، يعني يقولوا لي كده انتوا عملتوا ايه عبر الواتس كده، هل التطبيق وصلكم، هل اتحمل كويس، هل ظهرت مشاكل. اكتبوا لي، ابعتوا لي صور كده عبر الواتس اب. محدش بعت ولا صورة لسه، مش عارف بقى، يمكن الناس. تمام، الدكتورة بلقيس، تمام يا دكتورة بلقيس. دكتورة بلقيس انت حضرت معايا الدورة دي قبل كده، وما شاء الله انت عامله مشروع الاول ومقدمه في الحاسب الالي ومقدمه في فيزياء الجوامد، انت حضرت معايا قبل كده، خدي بالك. هو ده نفس الكلام، ها نفس الكلام يا دكتوره بلقيس، نفس اللي شرحناه قبل كده، ده المستوى الاول، لسه المستوى الثاني مره تانية، بس كويس كويس، الاستزاده حلوه برضو يا دكتوره. تمام. طب هو طبعا يا دكتوره بلقيس فوق دماغنا، انت تنوري طبعا. طب هو ما فيش غير دكتوره بلقيس اللي بعتت، ودكتوره بلقيس للصدفه حاضره معايا الدوره دي قبل كده، فين بقيه الناس؟ طب واحد كمان بس ما حضرش قبل كده، يعني يكون حمل التطبيق ويبعت لنا كده زي دكتوره بلقيس جزاها الله كل خير، حضرت قبل كده وحاضره تاني. دكتور امام، تمام، اوبن دان، مش مشكلة اوبن هيشتغل برضو. تمام، دان، اعمل دان يا دكتور وجيب، او اعمل اوبن مفيش اي مشكلة. تمام كده، انت كده اتحمل عن دكتور امام. ف
فاعمل اوبن هيشتغل بقى معاك، وروح على الديسك توب عندك هتلاقيه كده، قصدي او شاشه الموبايل هتلاقيه موجود كده عندك في وسط التطبيقات اللي موجوده. ده شيء جميل، ده شيء جميل ان حتى ضغطت عليه وعملت الانستول، ما تطمن ما فيش فيه فيروس ولا حاجه يعني. طب هو اوبن بيعمل، هو عمل معايا، ولكن مش مشكله اعمل دان هتلاقيه موجود، ما هو انستولد خلاص يا دكتور. فانت اعمل دن وهتلاقيه موجود عندك على الشاشه بقى، تقدر تضغط عليه وتشغله يعني. تمام، فالامور تمام. جميل جدا، اتنين من الزملاء من دوره ما شاء الله حاضر فيها 60، ففي اتنين وفاضل 58، فها ماشي كويس كويس، نكمل عشان ما نضيعش وقتنا في الانتظار. تعالوا مع بعض كده، الدكتورة نهى هتعملي ايه؟ انا بعته لكم عبر الواتس اهو، تضغطي عليه كليك شمال بس على الموبايل، هيبدأ يتحمل معاكي يعني انستول على طول. تضغطي بس انستول هيبدأ يتحمل معاكي زي ما انا عملت كده، تضغطي على انستول تمام، وبعد كده بتضغطي اوبن عشان يشتغل، فهيشتغل معاكي بالشكل ده وهو موجود على الجهاز. ماشي الكلام، وطبعا الكلام ده كله مسجل في الجلسة واقدر ابعتها لكم بعد كده. المهم معانا، تعالوا بقى ناخد مرحلة تانية، اللي بعت لنا مشكورا هيقدر يتابع معايا. تعالوا ناخد مرحلة تانية، عايزين نعمل ابلكيشن جاهز مثلا وليكن لمتجر مجوهرات مثلا، او محل ملابس، اي حاجة يعني. تعالوا ناخد محل الملابس ده ونيجي نقول هنا بيديك عربة تسوق ومجموعة اي كوميرس وكلام من ده، طبعا في كل ده موجود يعني. انت ممكن تختار حاجة تانية، متجر، كل دي متاجر، هو شغال هنا تجارة الكترونية في الحتة دي. فالبداية هنا سهلة، ايزي ستارت بيتكلم فيها على اي كوميرس، فانا هنا مش عايز الكلام دوت، انا عايز بداية سهلة بس الجميع مش التجارة الإلكترونية. فأنا عايز الجميع ليه؟ أو المحتوى عشان أجيب بقى شخصي أو تعليم. تعالى بقى بص على جمال التعليم، وأنا يعني التعليم بقى يقول لك عندك هنا ثلاث نماذج، نموذج للدورات التدريبية في صفحة مخصصة ومعرض، وفي نموذج في التعليم هنا بيروج للفصول الدراسية أو المقررات، وهنا في نموذج ثالث تواصل فعال بين المعلمين وأولياء الأمور وتطبيق المدرسة، تطبيق للمدرسة، يبقى تطبيق للمدرسة، وتطبيق آخر إزاي تبقى تروج للمقررات بتاعتك أونلاين، وتطبيق ثالث عشان تعمل عملية جذب لطلابك في يوتيوب ومعرض صور وصفحات مخصصة في الثلاثة. طب خلينا في الهاو تو، يعني ازاي تكسب فلوس اونلاين ده من التعليم يعني، او مثلا حتى تطبيق المدرسه. خلينا ننشئ تطبيق المدرسه كتطبيق جاهز. انا مش هعمل، مش مشكله دكتور محمد، هو حضرتك ايفون؟ حضرتك ايفون يا دكتور محمد الطيب؟ هو المفروض ما يفشلش يعني، زي ما انت ملاحظ نجح عند الدكتور امام وعند الدكتوره بلقيس وعندي، وانا بعت صور، فعيد المحاولة بس مش مشكلة، هي مهارة بسيطة، هي مش مهارة، مش ادفانسد سكيلز، دي حاجة يعني بيزك، حاجة بداية ببدأ بيها بس، ان بطمن ان التطبيقات اللي خارجة من الموقع شغالة وبتتحمل على اجهزتكم، عشان ما نتعبش ونقعد نشرح اليوم كله ونيجي نعمل نحمل المشروع ما يتحملش فنزعل. فانا بس بطمن، اطمنت عند الدكتور امام واطمنت عند الدكتوره بلقيس واطمنت عندي، فكانت اطمئنان. دكتوره سالي، جربي يا دكتوره سالي، هو في الزملاء، هو اصلا انا مش انا مصدره يتحمل بالداونلود، فهو يشتغل ايفون ويشتغل اندرويد، ولكن في التخصيص انا مطلع باكج هنا، انما مش مطلع على حزمه جوجل ولا مطلع حزمه ابل، فانا مطلع الفايل ذاته بعته لكم، فايل المشروع، فالمفروض يتحمل يعني. هيفشل يعني، هو غالبا الموقع ده للايفون بتدفع له يعني. انما هو سامسونج، لو عندك جهاز سامسونج في البيت
او جهاز قصدي اندرويد بقى من اي نوع هيبقى اسهل ليك هنا. ولكن الزوم هو فشل مع حضرتك في الاثنين يا دكتور محمد، فتابع معايا يعني ان شاء الله نحلها يعني. بس خلينا في المهاره الثانيه دي يا دكتور محمد والدكتوره سالي، ان انا قلت له تطبيق لاداره المدرسه جاهز. طب ده جميل جدا يعني، تطبيق جاهز لاداره المدرسه وموجود عندنا خلاص، هو تطبيق مدرستي والامور تمام وشكل التطبيق اهوت، وفي قوائم يور سكول المدرسه وكلام عنها، واكيد اهوت بعد ده بقى اقدر اعمل باك من حته معينه، تطبيق الاباوي تطبيق المدرسه والامور ماشيه يعني، وفي سيرش كمان الله الله، وتضغط هنا على اور سكول وتجيب بقى انت ايه المنيو، بس مش عارف بقى فين الزر اللي بيوديني للمنيو الرئيسي، واتصل بينا والكلام ده كله، واعمل باك يعني لو في باك يعني، ونشوف الوضع ماشي ازاي. وادي الستارت هنا، الستارت دي اللي زي سبلاش سكرين دكتوره رغده. طب ابعت لنا صوره يا دكتوره رغده هنا، هو ده حضرتك دكتوره رغده؟ تمام دكتوره رغده فيصل، تمام تمام دكتوره رغده كمان نزلت البرنامج، دكتوره رفيعه ودكتور محمد الطيب ودكتوره سالي، حاولهم. المحاوله مهمه دلوقتي عشان احنا هنبدا نشتغل، فلازم ايدينا تمشي. التدريب معايا كله عملي، مش هشرح حاجه نظري، كله عملي. النهارده وبكره شغالين عملي، ولو الموقع ده زعلكم انا بكره بنشرح على موقع تاني مريح برضه، بس الموقع ده كويس. بس تابعوا معايا المثال المهم ده، ده موقع للمدرسه انا ما اشتغلتش فيه حاجه، انا جبت قالب جاهز وعايز اخد المشروع ده ليا كده اعدل فيه. اه ممكن اعدل فيه، ممكن اجيب مثلا يور سكول، اجيب هنا احط صوره جامعه القصيم مثلا، يعني اجي هنا مثلا احط بقى حاجه جامعه القصيم، افتح اشوف هو حاطط فيها ايه مثلا الصفحه ديت، واجي اشوف بقى هنا الحاجه اللي موجوده فيها اي عناصر انا عايزها او مش عايزها، ابدا اتعامل معاها. فنبتدي نقدر نعدل ونظبط ونشوف وكل، شوف اليوتيوب هو حاطه فين وحاطط لحد كونتاكت اصلا، يعني تقريبا المشروع كله قايم على صفحه واحده. تعال نشوف كده نحلل الجزء، مع اني مش من عادتي احلل في الاول، ولكن دكتوره رفيعه تم الحمد لله. اذا العدد اللي عنده مشاكل بيقل، فاضل بس الدكتوره سالي والدكتور محمد الطيب في اللي بعتوه. فالدكتوره رفيعه بعتت اهي برضو تم وحملت، اذا الامور بدات تمشي في المجموعه، بدات تمشي. واللي ما حاولش يا ريت يحاول لمصلحته هو، التطبيق جميل هيعجبكم الشغل قدام يعني. فهنا بتلاحظ ان انا عندي كذا حاجه في المدرسه، ده تقسيمه المدرسه في المشروع ده يعني، مشروع جاهز ولا اعرف عنه حاجه، مش انا اللي عامله، انا اخده كده من عند الناس يعني. فهنا في كفر، وبعد كده في يور سكول، يعني هنا ستارت بيج، يعني يتكون من 3 مكونات رئيسيه او مكونين. ستارت بيج اللي هي فيها البت اللي قاعده دي قدام المدرسه دي، اللي هي اخدنا كانها يعني علامه للمدرسه، وبعد كده الكفر، هي الكفر البنت دي هي كفر، ان هي بتتعلم بقى وقاعده على كتب كتير ووراها المدرسه، اذا دي مدرسه مرحه وكده تمام يعني، دي رساله المدرسه. فهنا الرساله دي هي زر في حد ذاتها بطن، فبيقول لك انك تقدر تضغط عليها فتنتقل لدي، اذا دي الكفر نفسه حاطط ايه داشبورد بطن، هو نفسه زر. شفتوا الميزه جايه ازاي؟ انا بحاول احلل معاكم المزايا على اعتبار ان هننتقل لصفحه تانية اللي اسمها يور سكول، تمام، وفيها بقى العناصر الرئيسيه بقى سكول نيوز، مش عارف بقى النيوز هتبقى هنا اهي البند التاني، وادي الهيستوري اهو، ادي الهيستوري يعني البلوك ده، يعني لو انا لغيت ده، انا ما بحبش الغي، بس هغير الترتيب، هشيل اليور سكول هيستوري واحطها تحت النيوز، فانا هشيل السكول هيستوري وارميها تحت النيوز كده. شوف النيوز طلعت فوق والهيستوري جه تحت ازاي. تاني الايفنت التالت واحده اطلعها اول واحده، فانا اسحب دراج اند دروب للايفنت كده، هلاقي الايفنت جيت فوق، وادي الدنيا اتلخبطت.
فانا لا، انا عايز السكول في الاول وبعد كده النيوز بعدها والايفنت تالت حاجه، فالدنيا ترتب التاني. اذا اللي بفهمه من كده ايه؟ ان ده تطبيق جاهز، في عناصر جاهزه ومبرمجه، استطيع ان احذف. انا ما بحبش احذف في الاول، بس انا استطيع ان احذف، يعني ما فيش اي مشكله يعني عندي. اعمل لا مش بكليك يمين على طول، بديليت، بس انا ما بحبش احذف في البدايه، ما بحبش احذف. استطيع ان اغير الترتيب، استطيع ان انا اغير الصور، يعني وليكن هو بيقول لي هنا يور سكول، وهنا عندي اعدادات معينه وحاطط له صوره في اليور سكول، طبعا عندي هنا الهيستوري بتاعي، فاكيد هو في النمط هنا مستخدم معايا حجم معين، انا اقدر اغير في الحجم ده واشتغل بقى عليه واشوف هو الاول كان عامله 4، فانا اقدر اغير واشتغل معاه في حته الايه؟ الاور هيستوري دي اللي هو بيتكلم فيها في الكتابه. طب جميل. طب غير الاور هيستوري، الجزء بتاع النيوز اللي هو لونه اخضر ده، فهو في النيوز هنا في اعدادات المحتوى، وادي الاعدادات الرئيسيه تشوف النمط، بس هنا برضو مستخدم مجموعه ايه من العناصر، شكل العنوان، بس شكل العنوان والاعدادات هو متعامل معاهم يعني بشكل او باخر. فانا ممكن اغير يعني مثلا بدل اظهار عنوان المجموعه على الداشبورد، شوف انت لما بتغير هو بيغير لي حاجات في الاعدادات بتاعته. الاعدادات الرئيسيه بدل ما هي تبقى يور سكول نيوز، انا مدرسه باللغه العربيه فاسميها اخبار المدرسه، يعني انا حر، وعنوان فرعي مثلا ليها واسميها مثلا 2023 على اساس انه مستخدم صوره مثلا مختلفه هنا. فانا بقى عندي هنا الصوره اللي هو حاططها دي، بدات انا اسمي اخبار المدرسه. يبقى معناها لو انا رحت في الداشبورد هلاقي هنا في اخبار مدرسه. تعالى كده روح الداشبورد، اين الداشبورد؟ يعني هنظبطها دي برضو، هنظهر الداشبورد ونشوف النمط وكل حاجه يعني. المهم ده تطبيق جاهز، هو ده ستارت اب بتاعتنا، كل حاجه موجوده فيه والدنيا شغاله. دي اخبار المدرسه ثالث حاجه، الايفنت اقدر برضو اعدل فيها تمام. بس خد بالك هو برضو مستخدم هنا صور، يعني هو هنا مستخدم اشياء اخرى كصور كعناصر كحاجات من على اليوتيوب كايقونات. فطبعا التغيير في الصوره صعب، بس ممكن تغير في الكتابه اللي فوق الصوره يعني غالبا. يعني في الفوتو جاليري هنا عندي عناصر، عندي المفروض في الفوتو جاليري في ال 2020 ديت والاثنين دول، اقدر المفترض لو انا غيرت خليتها 2023 تمام الكلام، هتتغير هنا وتتغير معايا المفترض في فوق الصورة. المفروض لو دي ما كانتش صورة ثابتة يعني، ماشي الكلام. فدي صورة وادي سكول اهي، دي المفروض 20 اهي متغيرة فوق اهي 2023 اتكتبت معايا فوق، بس هي طبعا لسه ما اتعدلتش بره هنا ورا، يمكن دي صورة مكتوب عليها، هي مكتوبة فوقيها. طيب يبقى هنا هي اتعدلت، عشان لما بدخل بلاقيها متعدلة. طب الأخبار اللي أنا كنت أعملها بالعربي، فأنا كنت كاتب هنا يور نيوز أخبار المدرسة، أنا كنت شغال بيها في العربي، فدي برضو لازم نشوف إيه الأشياء دي بتعمل إزاي. هنا في لايبراري بقى، يعني اللايبراري فيها مجموعة عناصر، هو حاطط زي هيدر كده أري، قد يكون هو حاطط فيها العنوان بتاعه library heading، يعني نقدر نغير نشوف. بس لو غيرنا اللايبراري خلينا 1 2 3 تمام، هو ما قصرش، فالخوف بس هو يكون مستخدم هنا صور، فاحنا بنقدر نعدلها برضه. المهم طبعا احنا قعدنا نحلل البرنامج ونجيب دي فوق ونجيب دي تحت. لا الكتابه باللغه العربيه سهله، هنكتب يا دكتور احمد ونشتغل كويس. الدكتور محمد الطيب خلاص حل المشكله، ولسه الدكتوره سالي بس، فالامور هنا تمام. ده برضو ما تنساش يا دكتور احمد انه برنامج جاهز، يعني انا ما اعرفش، مش بتاعي ده، انا ما اعرفش عنه حاجه،
فلما يكون ده بتاعنا من اوله نشتغل صح، نشتغل يعني ما فيش اي مشكله. تعالوا بقى نصدره، خلاص جبناه وشفنا، بيقول لك لديك بعض التغيرات حلها. طبعا ده احنا لسه جايبينه وما عملناش حاجه يعني، فنقول له انشئ للتطبيق. طبعا لو هي الامور تمام هينشئ، فهو شغال فوق اهو المثلثات عماله تتعمل. لما اوريك شكلها فين، شايف انت الايد ديت وعليها المثلثات اللي عماله تلف حوالين نفسها دي، هنا معناها انه بينشئ. طبعا لما بينشئ تمام الامور تمام. وبرضه هنا بيديني رسالة تانية فوق يقول لك ان الجاري الانشاء، ماشي سيبه ينشئ. ونرجع احنا هنا فين لشاشة تانية نشغل منها يعني، فهو شغال انا ما بنسألش فيه، اول ما يخلص هيديني رسالة فانا سايبه يطلع المشروع ونشوف شكل المشروع الجاهز ده ايه. تعالى هنا نشوف المشاريع بتاعتي، يعني هنا عندي المفروض يبقى فيه 3 مشاريع عشان انا عندي مشروع بيخلص اهو. تطبيق مدرستك اهو، انا قلت انا عندي 3، تطبيق مدرستك اللي هو بيخلص ده، اللي ممكن يكون خلص واحنا بنتكلم، لا لسه. فانا كده عندي 3، الجمعية والمقدمة في الحاسب وتطبيق مدرستك. فانا اقدر اعمل تاني من النماذج، ما هو تطبيق مدرستك من النماذج وديت سابقة، انما تعالوا بقى ان احنا ننشئ تطبيق من البداية، ولما تطبيق مدرستك يخلص ابقى ابعته لكم نحمله على الاجهزه، والناس اللي متفاعله معايا تشوف التطبيق الجاهز حلاوته وشغال ازاي. طبعا انا برضو مش عايز اكروت الحته بتاعت التطبيقات الجاهزه، فلو تسمحوا لي برضو ان انا اروح للتطبيقات الجاهزه واروح على المحتوى، وهتلاقي هنا تعليم، مش هتلاقي تطبيق مدرستك بس اللي هو نموذج. كان نموذج كام تطبيق مدرستك؟ كان نموذج 3. انت عندك هنا نموذج 2 للتعليم، education application، جميل برضو. وعندك تطبيق ثالث برضو how to make money online، دي مرتبط بالتعليم انك بتبيع دورات تدريبية اونلاين. طبعا ده اللي عايز حاجة تعليم. في ناس بقى اساتذة يقول لك لا يا دكتور عبد الرحمن الموضوع ده حتة كبيرة، انا عايز بس اعمل مقرر اسرائي للطلاب، يعني اعمل لهم كتاب الكتروني بس او مكتبة الكترونية فيها الاصوات وفيديوهات وكلام من ده. فانت عندك 3 نماذج برضه، ممكن تعمل حاجه شخصيه، حاجه شخصيه تعرفهم مين هو استاذ المقرر، ممكن تعمل محتوى صوتي، صوتي بس ده مخصص للصوتيات، ممكن تعمل لهم زي اخبار مقرر، يعني انت تختار تمام المحتوى دي كلها. ده بقى وصفات ممكن كليه الـ يعني اللي ليه علاقة بالوصفات الغذائية وكده يعني. ففي هنا الكتاب الإلكتروني، بس طبعا هو ايه بيعكسني في ماشي الأخبار، قالب محتوى فارغ، الموضة، يلهم، ماشي شخصي، الوصفات اهي يعني، بس مش عارف يمكن فاضية، لا كوك ميكر، فبرضه ممكن تبقى حاجة كويسة. وفي مشاريع تخرج عند بعض الطلبة اللي في اقتصاد منزلي وكلام من ده، استخدموا برامج زي ده جاهزة وعملوا تطبيقات ابليكيشن يعني تمام. فالامور تمام هنا خلص. فاسمحوا لي ان انا ابعت لكم اللينك بتاعه كتطبيق رقم 2، علشان يبقى احنا عندنا هنا برضو طبعا حجمه ممكن يكون اكبر سنة او اصغر، طبعا مش هتفرق معانا. في هنا نبعت بس كده تقريبا ده التاني، ده انا بعته لكم وهستخدم الموبايل بتاعي انا كمان، هو بيوصل بنفس الطريقة، اللي جرب جرب واللي ما جربش يجرب تاني، يعني اللي جرب تمام واللي ما جربش يعيد التجربة. نشوف كده، انا هو بيتحمل اهو على الموبايل ده جاهز، احنا ما تعبناش فيه، هنعدل بس وننشره يعني للطلبة لو هو كان يلزمني. ادي تطبيق مدرستك بنفس الطريقة اهو، فبعمل له انستول برضو، وهو بيعمل له انستول بكده وبيسمح لي ان انا اوبن، بسمح لي ان انا اعمل اوبن لي بالشكل ده، جميل جدا. تعالوا مع بعض كده ابعت لكم الصور،
ادي اول صوره وانا بعمل له انستول مفيش اي مشكله، تاني صوره وهو بيتعمل له انستول مفيش اي مشكله برضه، تالت صوره لما خلص قال لي اوبن ولا دان، قلت له اوبن وبعت لي السبلاش سكرين بتاعته، البت الصغيره اللي عماله تقرا على الكتب، وفعلا الدكتوره بلقيس خلصت في نفس الوقت اللي انا ايه بعت فيه، ومعانا برضو الدكاتره بيبعتوا مهمات بنفس الشكل. طب انا اضغط على الزر فتح لي تطبيق المدرسه بسم الله ما شاء الله، وقال لي شوف انت عايز بقى ايه في تطبيق المدرسه، والناس بدات اهو تشتغل، وتطبيق جاهز اور سكول، وانت غير ما يلزم، تطبيق جاهز انت جايبه من العدم، ماشي الكلام. اذا بنقول هنا، بنقول الاتي، ادي الناس اهي شغاله وادي التطبيقات موجوده، والناس شافت تطبيق مدرستك والدنيا شغاله والدنيا روقان، وتطبيقات انتوا بتحملوها على الموبايلات من قبل ما نبتدي شرح عن طريق الفورم الجاهزه، الفورمه الجاهزه. اللي انا عايز اقوله هنا بقى في التعليم، لا تنسى المعلومه اللي انا عايز اذكرك بيها، بس لا تنسى، انتوا معايا الاول بس لما اخد بس اتاكد ان الناس معايا عشان انا هذكرك بحاجه ويطلع الناس مش معايا، سواء اللي جرب او اللي ما جربش، يعني ما حدش يتحرج يا جماعه، اللي ما جربش قد يكون معذور، قد يكون الصيام وصلاه التراويح، اللي جرب واللي ما جربش يستجيب معايا ما يهمكمش، يعني اللي جرب هو اعلى درجه انه جرب وبقى متمكن اوكي، اللي ما جربش يحاول يستفيد معايا برضو يتفاعل يعني، وناخد بايد بعض، ممكن بكره يحب يكمل او يشتغل. 4 بس من 60 يا جماعه، فين الدكتور محمود؟ تمام، الباقيين يلا. المهم اللي جرب واللي ما جربش، خدوا بالكم من حاجه مهمه، ان التطبيقات التعليميه هنا ثلاث قوالب جاهزه. تطبيق اللي هو هاو تو ميك ماني اونلاين، ده كورس ابلكيشن، ده للكورسات، يعني ده بتحط ليفل 1 البيجنر ومش عارف ايه، دي كورسات بتحط هنا كورسات، والكورسات دي ممكن تبقى يوتيوب، وانت تديها الطلبه بتوعك يتفرجوا على الفيديوهات التعليميه ويشتغلوا. هيشتغل يا دكتور احمد، هيشتغل زي التاني بالظبط، جرب مره كمان، التاني عمل معاك كده واشتغل، هيشتغل تمام، جرب تاني. المهم في تطبيق تاني اللي هو الاس ام ام، اللي هو خاص بالترويج الفصول والمقررات وجذب الطلاب وممارسه العملية التعليمية اونلاين، اللي هو التاني ده تقريبا الاس ام ام. وفي بقى اللي هو اليور سكور ابلكيشن اللي احنا استخدمناه مع بعض، اليور سكور ابلكيشن اللي هو ده بيستخدم في التواصل بين الطلبة والمعلمين واولياء الامور وخلافه. تقدر تختار واحد من الثلاثة وتعدل عليه، او ايه بقى، او لا انا مش هنشئ الكلام ده، انا هروح لمشاريع وهنشئ مشروع جديد من البدايه. اذا شغلنا مشاريع موجوده وبعتها لكم، والزملاء حملوها، وفي زملاء هم بداوا يحملوا من المشروع الجديد بتاع الايه، بتاع تطبيق مدرستك، ودكتور عجلان اهو ممتاز يا دكتور، انت كده دكتور هنا عامل التحميل، وبدا فتح البرنامج من جوه، والدنيا ماشيه اهي عندك. والدكتور احمد قال تمام يا دكتور احمد، ظبطت الدنيا، يبقى تمام. هنا بقول له لا، انا بقى بعتذر لك يا اندرومو، انا عايز انشئ تطبيق من البدايه، ماشي. هيبقى بيسالك بقى، انت هتنشئه للتجاره الالكترونيه ولا محتوى اللي ما كانش مركز يركز، اللي ضاع عليه اللي فات كله نقطه ومن اول السطر كاني ما شرحتش حاجه، اللي فات منه اللي فات كله يركز من اول وجديد، اهو هسحب شرط اهو بالاكونت التاني، اقول ولا كاني قلت حاجه، الناس كلها تيجي، هشرح من الاول ازاي تنتج برامج اندرويد بايديك من البدايه، اللي فات كان كله كسر جمود، كان مجرد بفتتح لك الموضوع، بتشوف امثله للحاجه اللي انت هتعملها، فالناس تركز قوي 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 من دلوقتي، ماشي الكلام. تطبيق محتوى، التطبيق المحتوى بيقول لك لايه، تطبيقات صوت، فيديو، صور، محتوى نصي، المجتمع، المدرسه كده يعني. فانت، انا شغال تطبيق محتوى، انا راجل معلم عايز اعمل محتوى اسرائيل طلابي، فانا ارغب في انشاء تطبيق محتوى، بقول له اوكي، بيقول لي اسمه ايه، انا طبعا راجل شغال في جامعه القصيم. الناس معايا؟ الناس مركزه؟
دي البداية، كأنك بتشرح وورد من الأول، اللي ما كانش مركز يركز، اللي فات مات، نقطة من أول السطر. الناس تيجي هنا، الناس أخدة بالها أنا بعمل إيه؟ دي البداية الحقيقية للاستخدام. طيب بيقول لي أنت الراجل مشروعك أنت هتشتغل إيه، مشروعك اللي أنت عايزه يعني؟ فأنا بقول له أنا هعمل مشروع مثلا عن مكرر مقدمة في الحاسب الآلي مثلا، مثلا مقدمة في الحاسب الآلي، فأنا هنا بنتج مكرر بعينه، قد يكون متكرر هنا بس مش مشكلة هنعالج الأمر ده، وبقول له إنشاء. فبيقول لي تمام، هنا بيقول الفترة التجريبية الخاصة بك انتهت، فبيزعلني، بيزعلني هنا بيقول لي انتهت. طب ايه العلاج لحاجة زي كده؟ ايه العلاج؟ ما هو انا مش هقدر اشترك، انا ممكن استخدم ايميل تاني يعني، ممكن اخرج، تعالى خد بما اننا نبتدي من الاول، انا ممكن اخرج من عبد الرحمن ده، اعمل له تسجيل خروج ماشي الكلام، واعمل لوج ان، ادخل بالاكونت بتاع ابني مثلا، اعمل لوج ان بجوجل تاني واختار ادم، ادم سالم ده اهو، يمكن ادم ما عندوش اكونت خالص، فبيقول لي مرحبا بك في تجربة كذا، وانت التطبيق بتاعك 7 ايام ومية مية واخضر ومفيش حاجة لونها احمر. شفت بقى انا هنا بشتغل وبخلص تطبيقي وكده، بدل مش هدفع فلوس يبقى لازم ابدل. وفي واحد تاني يقول لك طب ما تلغي التطبيقات يا دكتور عبد الرحمن، هي فترة وعدد، فترة وعدد يعني، لو انا جيت عملت مثلا تسجيل الخروج من ادم ودخلت بعبد الرحمن هنا اللي هو ايه الاكونت الرئيسي بتاعي، هو عاطيني تحذير باللون الاحمر على الفترة الزمنية يعني، مش واخد بالك انت هنا الفترة، هنا الفترة فوق اهي، فعاطيني هنا تنبيه بيقول لك خلاص انت فترتك راحت ومش عارف ايه وكده، مش عاطيني بقى ايه المشكلة في المشاريع، وبالتالي انا مشكلتي فترة، انا عايز امكانيات اقدر اشتغل بيها. فانا هنا انت لسه بادئين النهاردة، فتقدر تعمل ايميل لمدة فترة تجريبية 7 ايام، تاخد كل الامكانيات وتشتغل بايدك كامل، تمام؟ طب انا عايز انشئ مشروع تطبيق من البدايه اهو، فبيقول لي تطبيق محتوى ده عند ادم، انا داخل بقى اكونت ادم عشان تفتكره يعني، فبقول بختار هنا وبقول له هنا مقرر اسمه مقدمه في الحاسب الالي، تمام الكلام؟ انشاء، بس كده بدانا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. جاب لي صفحه فيها داشبورد، يعني هي صفحه فاضيه وفيها داشبورد فاضي، هو ده المشروع الاولاني اللي بسم الله الرحمن الرحيم اول ما بتبدا تنشئ يجيبه لك، هو كده فقط، ما فيش فيه اي حاجه غير داشبورد كده فاضيه تقعد تتنقل فيها كده بالمنظر ده، ماشي الكلام؟ طب دي من حيث المبدا انا اقدر اصدرها يعني كبدايه، ان انا اتاكد ان المشروع شغال وكلام من ده، فانا ممكن اقول له انشئ للتطبيق ده وريني شكله عامل ازاي. بيقول لك هنا لا يمكن انشاء مشروع فارغ، ما فيش اي مكونات، لا في صورة ولا في فيديو ولا في حاجة خالص، بيقول لك الراجل بيقول لك انت بتعمل ايه يا حبيبي يعني، حاول انت كده ايه تزيد المكونات شوية. فبقول له اوكي تعالوا بقى نبدأ نتعلم ما هي المكونات ومكانها فين، مكانها على اليمين عندي، على اليمين هنا. طيب جميل جدا، يبقى انا كده ده المشروع الفارغ، البداية بتاعته اللي بيقول لي فيها ان في داشبورد ولكن ما ينفعش تقدر تصدرها. عندك ايه بقى عشان تقدر تتعامل؟ كتبت اسم المشروع، ولكن انت عندك هنا اعدادات لهذا المشروع، تمام؟ وعندك بعد الجزء بتاع الاعداد عندك هنا النمط، انسى الاعلانات دي دلوقتي، فانا عندي اعدادات وعندي نمط، ماشي الكلام؟ بعد كتابة اسم المشروع ده مهم جدا، وعندي هنا بقى طبعا المنيو الاضافيه اللي انا بقدر اضيف منها المكونات والكلام ده كله. طب جميل جدا، جميل جميل جميل، تعالوا مع بعض نبدا ندخل على الشغل ده ونشوف الوضع ماشي ازاي. تعالوا نروح للاعدادات الخاصه بالداشبورد الاولاني، بيقول لك اسمها داشبورد، فكلمه داشبورد ديت مش هتبقى مناسبه ليا، انا عايز اسميها بالعربي مثلا قائمه التطبيق او قائمه التطبيق. على هنا انا كتبت كلمتين وبينهم مسافه يا دكتور احمد، فعشان كان دكتور احمد في البدايه كان معتقد ان هو ايه مش هيستقبل مني العربي،
ولكن هو بقى في عندي قائمة رئيسية واسمها قائمة التطبيق مثلا، أو نسميها القائمة الرئيسية، غالبا بيكون اسمها، بما أن دي أول قائمة فبنقول عليها القائمة الرئيسية، ممكن تبقى في البداية كده. وفي ناس يطلقوا عليها يقول لك إيه الصفحة الرئيسية، بما أن دي الواجهة اللي بتقابل أي يوزر، فبقى عندك صفحة رئيسية بالمنظر ده. طيب أقدر أحط لها عنوان فرعي، العنوان الفرعي المفروض ممكن يظهر هنا وممكن لا، فبنقول مثلا الصفحة الافتتاحية، أنا بس عايز أجرب كل الإمكانيات عشان أنت تشوف شكلها، الصفحة الافتتاحية. ماشي الكلام، وليها وصف كمان، الوصف مثلا هنا الشاشة التي تستقبل الطلاب ويظهر بها رسالة الترحيب، ما أنت بتعمل برنامج إسرائي. طيب جميل جدا. هنا بيقول لك بقى في الاعدادات، انت عايز الطلبه تبحث، ازود لك فوق هنا شريط بحث، هنا يبقى في علامه العدسه المكبره والسيرش، فانا بقول له اتاحه شريط البحث، فاتاحه شريط البحث شوف اظهر لك ايه هنا فوق، شايف ده سيرش، اذا يستطيع الطالب ان يسيرش جوه التطبيق، يعني بيدور على المحاضره الاولى، المحاضره الثانيه، المحاضره الثالثه، وبالتالي ميزة السيرش داخل التطبيق دي مهمة جدا. جميل جدا، يبقى كده احنا عرفنا نظهر شريط البحث. طيب جميل جدا. هنا بيقول بقى اخفاء هذا النشاط، ان ما تدركش اي الداشبورد مش عارف ايه، لا 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 انا مش هخفي حاجة، اظهار شريط التنقل السفلي، هو غالبا بيبقى فيه، اصغر بس شوية، هنا بيقول لك اظهار شريط التنقل السفلي، فغالبا هنا بيبقى في عندنا يعني كده، في بيبقى شوف اباوت جاي ازاي، هنا بيبقى في عندنا في البدايه شريط تقدر تعمل له عمليه تخصيص وتتعامل بيه بقى، تتعامل بيه وتشتغل، فانا هنا اظهرت شريط التنقل السفلي، واقدر في شريط هذا التنقل السفلي اخليه مثلا عدد الأعمدة فيه 5 واتجاهها أفقي وفي المركز، وأضيف بقى الأزرار. ما أنا هنا الأول قلت له إظهار الشريط، هنا قلت له إظهار الشريط، فأنا باجي هنا بقول بقى أنا عايز أحط هنا أزرار للتواصل الاجتماعي، الزر تالت، زر رابع، زر خامس، أنا قلت له 5 أزرار، تمام 5 أعمدة يعني، بس اقدر احط فيهم اللي انا عايزه، يتحطوا على العمودين بقى، يتحطوا على 3، شفت العدد ده كبير، تمام. المهم بس دي كلها عندي ازرار موجوده في المركز وبشكل افقي، المفروض في الشاشه الرئيسيه، تمام، طبعا على حسب بقى تظهر معانا الان ولا تظهر لما نيجي نعمل المعاينه، يعني نحفظ بس كده عشان ما فيش حاجه تروح مننا. فأنا عندي هنا أزرار أنا ظهرتها، ممكن تبقى على أساس 4، تبقى بشكل أفقي، تبقى بشكل رأسي، ماشي الكلام. فأنا عندي دي أزرار بتبقى في البداية، بتبقى موجودة معانا فين؟ في الشاشة الرئيسية، تمام، بنقول عليها أزرار التنفيذ في شريط التطبيق. طبعا هي مش تبان معاك دلوقتي قوي في الصفحة الرئيسية غير لما نبدأ نشتغل وتظهر معايا الأمور أكتر يعني. جميل جميل. اعدادات المحتوى، كل ده انا في البدايه، اظهار زر المشاركه، هنا المفروض يبقى فيه زر شير، اقدر اعمل مشاركه لطلابي، يعني زي ما عملت السيرش اقدر اعمل شير. طبعا انا ظهرت مختلف انواع الازرار الان، ادي النافيجيشن منيو، بس هي للصدفه لسه ما فيش فيها حاجه غير اباوت بس، ونقدر نتعامل على هذا الاساس. طيب جميل جدا، كل ده هيبان معايا دلوقتي وهنشتغل احسن وهنبدا نشوف يعني. طيب جميل جميل. انا مش عايز انشئ التطبيق الان، يعني مش عايز انشئ التطبيق الان، هو بقى فيه شغل ولكن انا مش عايز انشئه الان. تعالوا مع بعض كده نكمل هنا نشوف الوضع بتاعنا ايه. ندخل على الاعلانات، هنا في بانر بيقول لي لو انت عايز تظهر البانر اظهره. هي في اباوت بالفعل يا دكتور، هي في اباوت بس لسه، هو جايب بقى ادم سالم، ادم سالم ده الايميل اللي انا داخل بيه، وجايب بيقول لك هنا ديفلوب بيج، لسه هو في اباوت، دي بتبقى باي ديفولت موجوده يا دكتور احمد،
يعني انا مش ضايفها اباوت، خد بالك هي موجوده، هي موجوده يعني، انا لسه وجاب لي اسمي وجاب لي حاجه لسه، ولسه احنا شغالين يعتبر. فهنا بيقول البانر، بيقول لك اظهر بقى البانر، عايز تحط بانر، شوف بقى اخد لك شرطه، بيقول لك عايز تحط بانر الفيسبوك ولا، انا غالبا ما بستخدمش حته البانرات دي، تمام؟ يعني شوف البانر هنا اقسم لك الشاشه واخد لك شرطه عشان يبدا يحط البانرات. فانا غالبا حته الاعلانات في تطبيقي ما بحطهاش، انما معظم البرامج بتستخدم ايه؟ اعلانات، بتحط اعلانات كده لبعض الاشياء عندهم في برامجهم، ولكن انا ايه؟ الجزئيه دي خاصه ما بحاولش ايه؟ انفذها يعني. هنا مظهر اللي هو مسميها لك هنا ايه؟ مظهر درج التنقل، وبيقول لك بقى اظهار العنوان الفرعي. العنوان الفرعي انا كنت كاتبه في الاعدادات وهو غير ظاهر معايا هنا، ففي النمط لما انا جيت قال لك اظهر العنوان الفرعي، فالمفترض كده العنوان الفرعي بدأ يظهر معاك في النافيجيشن تحت العنوان الرئيسي، الصفحة الرئيسية، الصفحة الافتتاحية. فانا اللي اتحكمت في ظهور العنوان الفرعي هنا بالشيك بوكسات اللي موجودة عندي، تمام؟ طبعا بقى بيقول لك اظهار ايقونة النشاط، اظهار، انت بقى بتتحكم في ايه؟ في عدد الامور اللي موجودة عندك. هنا بيقول لك اظهار الايقونات ولا تعمل زر عودة. في واحد يجي يقول لك ايه هو الدرج ده، اللي هو معلش اللغة العربية كده، ايقونة الدرج دي اللي هي ده الهيدر تايتل والشريط الرئيسي. واحد يقول لك انا مش عايز دي، انا مش عايز الشريط ده، انا عايزه يعمل باك. هو بقى دماغ المبرمج ده كده، فنقول له خلاص اظهر زر العودة، شوف هتتغير معاك هنا بقت ايه؟ بقى باك. فطبعا دي الرئيسية، بعد ما بيختار اللي هو عايزه بيبقى فيه باك بعد كده، ماشي؟ يبقى الكلام كله باك، الكلام كله باك. طبعا انا مش من انصار الباك، انا من انصار اللي هو المنيو الكاملة اللي هي دي. ففي ناس كده وفي ناس كده، انت براحتك في المظهر اختار اللي انت عايزه، تمام؟ جميل جدا. مظهر النشاط استخدم صورة الخلفية، انا هنا ممكن استخدم صورة خلفية رئيسية من الصور، اشوف اي صورة عندي، والله انا ما عارف صورة التدريب الحالي، بس دي صورة كبيرة قوي مش هتنفع، يعني الصورة دي مش هتنفع، بس انا هاخدها وهي مش هتنفع، هشوف هيعمل معاها ايه، يعني هاخد حتة منها، شوف اخد بالك جاية ازاي، هي مش هتنفع يعني، ما هي من الاول ما تنفعش عشان حجمها غير متلائم، وهو بالاول بيقول لك حاول تكون الصورة يعني متظبطة، يعني هو عطيك هنا بريفيو، وطبعا انت ما تقدرش تقول له اعمل فيها ايه. فده شكلها، ماشي الكلام؟ بياخدها من السنتر، بياخدها منين؟ من السنتر. انا اقدر احذفها واحط صورة تانية، انا كده فهمت ان هو عايز حاجة طولية، هو ما عملش ليها حاجة هو دكتور، بس انا ممكن اعمل ايه؟ هو برضو حتة الأعمدة في البرنامج طبعا دي مرتبطة بالأزرار، فأنا هنا يعني ما هي ملهاش حل غير من النمط اللي هنا، يعني أنا لو ليها علاج عندي كنت شفتها، يعني مفيش، أنا دائما كنت بغير الصورة، يعني حتى في الدورة اللي فاتت ما عالجناش دي، ما عملناش، عملنا احتواء لحاجات تانية بس مش دي. فدي الصورة الرئيسية. ممكن أنا أعمل إيه؟ ممكن إن أنا أحمل ملف آخر وأجيب صورة كويسة شوية بقى، أجيب لوجو الجامعة مثلا، ماشي؟ أجيب أي صورة كده من الدورة، لوجو الجامعة كده مثلا، أو أجيب خلفية كده بالمنظر ده وبحط لوجو الجامعة فوقيها مثلا، شكلها كده جميلة الخلفية كده، يبقى التطبيق شوف عامل إزاي زي التطبيقات الجامدة يعني، واخدين بالكم جاية إزاي؟ وحط بقى الأزرار بتاعتي على الواجهة هنا، فأنت تجيب خلفيات، تمام؟ فنقدر نشتغل بهذا الشكل. يبقى دي إعداداتنا، تمام؟ ما خفيناش حاجة طبعا، وادي إعدادات المحتوى، إظهار زر المشاركة، وادي الأنماط، حافظنا على الأزرار بتاعتنا،
ومظهر الشريط هنا. طيب مظهر الشريط فيه كلام انا فوتته هنا، طبعا انا بظهر فيه المنيو او شريط العنوان او اخفيها، حجمه 56 بكسل. 56 ممكن واحد يجي يقول لك 100، شوف 100 شكله عامل ازاي والازرار فيه ازاي. الازرار دي ماشي الكلام، الازرار اللي انا ضفتها اخدين بالكم اللي بيحصل فوق هنا، الازرار اللي ضفتها في الاول انا كنت ضايف كام زر؟ 1 2 3 4 8، هم فعلا 8. طب قللهم، شيل 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 3 كفاية، بقى عندي هنا 3. وبرضو يا دكتور احمد معلش بقى، هو دكتور احمد اللي متفاعل معايا، فينك يا دكتورة بلقيس؟ فين الزملاء؟ دكتور عجلان وكده، انا عايز الناس كلها، دكتورة سالي، الناس اللي كانت شغالة بتطبقي يا دكتورة بلقيس، سايباني ما تسيبينيش. تمام. خليكي معايا. هنا 3 ازرار. طبعا انا هنا ممكن اقول انا يعني بحاول احدد له عدد الاعمده اللي تتفرد عليها الحاجه من التطبيق طبعا، فانا بقول له هنا ممكن تبقى على عمودين 3، بس انا بفضل 2 طبعا. وهنا بتبقى بشكل راسي ولا بشكل افقي للازرار، وهنا في المركز ولا في النهايه. شوف هنا بقى في النهايه جيت فين، اسمحوا لي اكبر تكبيره واحده واجي كده يمين، ايوه بس كده، هنا في النهايه، هنا في المركز، هنا في المركز، يبقى نجوم في النص. لما اجي هنا مثلا اخليهم في البدايه، هي باي ديفولت كانت في البدايه. الدكتور احمد يقول لي، ما هو الدكتور احمد بيسالني، ما ينفعش يا دكتور عبد الرحمن دول تجيبهم على اليمين، وما ينفعش تجيب الازرار دي في النص، ولا ينفع؟ اقول له لا ينفع، عندك بدايه مركز نهايه، تمام، او اعمل تباعد بالتساوي علشان يبقى شكلها كده جميل. اخدين بالكم؟ سهمين، ما هو انا مش شايف سهمين فين يا دكتور، خليك معاه قول لي، يعني انا معاك اهو، ماشي الكلام، انا معاك. المؤشر فين هو؟ ما عنديش سهمين. قصدك الابيض اللي على المنيو والابيض اللي تحت ده، عشان ده عشان انا مشير الشاشه بس. لا لا لا، هو واحد بس، هو واحد بس، عشان انا عامل زوم فهو ما فهمش، هو ما انا عامل بعمل زوم بكبر فالكمبيوتر ما فهمش، فساب لي اخد لي الكبير واخد لي ظله. معلش انا برضو ايه ما شفتوش ليه؟ انا على شاشتي الرئيسية مش شايف غير الكبير بس، الصغير عشان انا مشغل شاشة تانية ففهمتك. يعني انت عارف ان لو ما كنتش مشغل شاشتين يا دكتور احمد، لو قعدت انا من هنا لبكره قعدت افكر الدكتور احمد بيقول لي مؤشرين ايه، ده انا عندي مؤشر واحد ما كنتش عرفت. انما انا عارف ان كل المتدربين الان شايفين مؤشر كبير ومؤشر صغير نتيجة الزوم، لو انا شلت الزوم بس مش هتشوفه كويس قوي، يعني بقى مؤشر واحد امشي بيه واحد، فانتوا اختاروا اعمل زوم ولا لا، يعني كما تحبوا. يعني لو عملت زوم هيكبر لك بس هيبقوا 2، لو عملت ما عملت الزوم يعني امشي من غير زوم، لو انت قلت لي كبر اكبر. يعني هنا بيقول لك التباعد بالتساوي، بالتساوي شوف الازرار بعيد عن بعض ازاي، الازرق ده شكله مش حلو، هاته اصفر كده يبان كده شويه على الاخضر. فدي يقول لك ادي ازرار تنقل، خد بالك اللوكيشن ده جوه البرنامج المفترض، يعني انت عندك هنا لوكيشن من جوه التطبيق، من جوه التطبيق، يعني في واحد يجي يقول لك المكان لوكيشن، حط المكان اللوكيشن هنا. واحد ممكن من حيث المبدأ يعني يقول لك انا هاخد ايه، هاخد موقع من المواقع وليكن جوجل ده، ولا اخد ايه، اخد موقع المجلة دي مثلا، تمام، واقوم حاطه هنا، هيقول لك اوكي ينفع ويب ولا لا، مش الكلام، هو يقول لك ينفع ويب ولا لا، هنا ينفع ويب، اوبن مابس
هنا بيقول لك لا هو عايز يبقى يفتح مابس لوكيشن، تمام؟ فهنا في دماغه بقى ان ده موقع، لا انا مش موقع، مش موقع ده رابط عشان يفهم بس، وده موقع مجلة، يبقى الايكون بتاعته تتناسب مع الكتاب، احط له كتاب مثلا. مثلا عندي مجموعة ايقونات اختار منها بقى، فانا بقى مش كتاب، اكتب بوك. كتب لي كذا بوك يعني كده، انا اختار منهم، اختار ده، فانا كده يبقى عندي جورنال لونها احمر، خلي لونها ازرق، فاتح شوية، لا غامق قوي، لا اسود. انا بقى دارك اهو، ده موقع لما اضغط عليه ده رابط اوبن لينك، ما اعترضش، اخليني بالزوم، حاضر يا دكتور احمد، بس كده اعرف بقى موضوع المؤشرين ده. هنا رابط كتاب، رابط واهو، وحط لي هنا كتاب، بيبقى اوبن، هنا بيقول لي اوبن لينك، بيقول لي مش هقدر افتح اللينك دلوقتي في البريفيو، لما تبقى تصدر وكده هنفتح لك موقع المجلة هنا. ماشي الكلام؟ اوكي انا فهمت. تعالى هنا، يبقى ده رابط، ده موقع، ده ماب، ده بريد الكتروني، يبقى انا كده اخد له ايميل، اجي هنا اكتب له ميل، هنا بريد الكتروني، احط له علامه الات مثلا او بريد او كده، يعني اظبط له الدنيا، فناخد علامه الات ديت، واجي هنا اقوم قايل له إيه؟ إيه مثلا البريد الالكتروني بتاعي بتاع الجامعه مثلا، انا ببعت للطالب بقى الموقع، ممكن اديله لوكيشن، ممكن اديله هاتف، واديله هنا رمز الفون. انا بدي ايقونات للطالب للتسهيل، ماشي الكلام؟ فون ده، اديله الفون ده مثلا، ماشي الكلام؟ واجي هنا الفون اديله اي رقم، اي حاجة، اي حاجة. انا كده بقى عندي فون وايميل وكده. طبعا لو مش عاجبك الالوان لون، يعني انا يعني من حيث المبدأ زي ما انت عايز، يعني القضية هي قضية تصميمية حسب ما يتراءى ليك يعني. ماشي، انا كده بقى عندي هنا اوبن مجلة، تعال نشوف الشكل. طبعا هو بيحذرني، بيقول لي مش هقدر افتح لك اللينك ده غير لما تخلص، فهنا بيقول لي اوبن لينك، يعني هنا في لينك، فاهم؟ هنا ايميل، فهو سند ايميل، شفت بقى الذكاء، هو فاهم ان انا عايز اسند ايميل، فبيقول لي مش هقدر افتح لك الايميل وابعت لك لايه دوت حميد، ده حاجه الاستاذ بتاعك ده مش عارف ابعت له، فانت عايز تبعت ايميل للراجل ده وتفل الداتا لما تصدر، بس هو فهم ان الامور صح. طب والفون؟ يقول لي مش عارف اتصل، ميكا فون كول، هو هتصل بالرقم ده من التليفون مش هينفع. طب انا بقى عايز اكتب اي رقم صحيح، والله يعني مش عارف بقى، انا عايز اكتب رقم صحيح، اكتب رقم مين؟ اكتب رقم حد معانا من الدكتور احمد، الناس بقى المتفاعله معايا بقى عشان لما اصدر الابلكيشن اكلمه، فمش عارف اخد رقم، مش عارف، انا خايف اتصل بحد، اتصل بدكتور محمد جابر يقول لي لا ممكن يكون نايم ولا حاجه، اتصل بمين؟ حد يتطوع يا جماعه عشان لما نعمل كول الكل هيتصل عليه كده. مش عايزين حد يتطوع والله، فمش عارفين، فمش عايزين بقى ايه، خلاص انا مش عايز انا ايه اورط حد، تمام؟ بس ولكن قصدك يا دكتور معاك يعني رقم الاي تي، لا ما كده هنتعبهم. ماشي، يعني هو كده الفكره، الرد الالي مش عارف، بس احنا على العموم هو البرنامج صحيح ومش هيعمل معانا مشاكل، وهو الهاتف ده يجي يقول لك لا رد او ما ردش بقى احنا ونصيبنا يعني، او ممكن ناخد رقم هم قافلين دلوقتي والرقم فيه مجاني، اللي هو مثلا المركز الوطني للتعلم الالكتروني مثلا، مركز قياس، اللي هو يجيب لك رد قال يقول لك احنا قافلين دلوقتي، اه والله، يقول لك ناخد مثلا هو رقم المركز الوطني للتعلم الالكتروني مثلا 9215 991 مثلا، هيقول لك احنا قافلين، يعني هيقول لك احنا قافلين،
مش قضية اهو كده، التليفون شغال والايميل عليا انا اهو، مش مشكلة هلغي الايميلات اللي هتجيلي وده يفتح لك لينك، يبقى انا كده قدرت ازود زر تاني ازود. تمام، الزر الرابع ده بقى براحتك يكون اللوكيشن الموقع، فانا عندي في اللوكيشن انا هنا اقدر اطور في المابس واخد لوكيشن، فانت تاخد لوكيشن قاسم يونيفرسيتي بقى. فانا انا معلش انا السيرشات الهيستوري بتاعتي مطعم منسف مطعم مش عارف ايه، ما انا بروح بقى على حسب هو غاوي يبحث عن ايه، ببحث عن المطاعم، انما دلوقتي اتى دور الجامعه يعني. ففين احنا ادي بريده، فين ايوه الجامعه، ها ناخد اللوكيشن بتاع مبنى اي 7، هو احنا بنيجي كده بندخل كده بنطلع كده، فالعمليه كده دي جامعه القصيم ودي اي 7 اهو، عملت الدراسات العليا والقبول والتسجيل والبحث العلمي والتعلم الالكتروني اهو، ادي اللوكيشن اهو. فانا اقدر وانا هو شغال هنا والتطبيق بتاعي شغال وعندي لوكيشن موقع هنا، المفروض اجيب لوكيشن، فانا بجيب لوكيشن فاقدر اشير اللوكيشن دوت وكوبي لينك بتاعه من حيث المبدأ، ماشي الكلام، ونشوف الوضع بتاعنا هنا ان هنا يوديك على التعلم الالكتروني. طبعا اللون الازرق ده مش ظريف، فاقدر اخليه ابيض، ماشي. فانا بقى عندي لوكيشن، عندي رابط، والرابط بدل انا شغال في الجامعه فما فيش داعي بقى احط المجله العلميه دي، طب ما انا افتح قاسم يونيفرسيتي يعني وادي له رابط الجامعه، ان الطالب يدخل على مثلا جامعه القاسم يعني، ماشي. وادي له الرابط بتاع الجامعه ده بس من غير بقى مجله، هنا رابط الجامعه، وندي له ويب سايت. شوف انا بجرب معاك كل حاجه بحيث ان الامور تبقى تمام يعني. سايت شكلها مش ظريف بس ويب، مش ويب، يلا هي تمام. رابط موقع الجامعة، ممكن ناخد لوكيشن برضو، لا بس هو سايت يعني، بس ما علينا يعني، احنا كده خلاص دي الايقونات الموجودة ونقدر نشتغل عليها مبدئيا يعني. جميل جدا، زبطنا الدنيا وزبطنا الصفحة وحطينا خلفية وحطينا الازرار فوق، راحت فين اهو، وكبرنا كبرنا، كنا شغالين فين احنا، التباعد بالتساوي وظبطنا الشغل كله. وكان عندي هنا حاجة في النمط، في المظهر، في الصورة خلاص خلصناها، في مظهر الشريط كان 100، لا كان 56، شوف لما كان 56 مثلا، لا 56 بس، كان رفيع جدا منيش شايف بقية الحاجة، عشان كده الأزرار ما كانتش ظاهرة معايا في الأول، لما أنا قعدت أزود 8 أزرار الناس اكيد قالت يا دكتور عبد الرحمن عمال يزود ازرار ومش شايفين حاجه، ما انت بتزود ازرار و56 ده رفيع، فانت خليه مثلا 100 مثلا، ظهرت لك الازرار قلل عن 100، 75 مثلا اللي هي 75، عم يكتب 75، لا 75 قليله، في قليله هنا، فهي انا لاحظنا هنا ان مثلا 90 قليله برضو، ف 100 100 ضعف المسافه، و100 قليله كمان، هي 56 و56 الافضل ليها تكون 112، تبقى هي كده بشكل متكامل يعني. ما ماشي اه ماشي يا دكتور، 125 جميله برضو. ولما تيجي تفتح القائمه، تعال كده نشوف بالزوم بقى، لما تيجي تفتح هنا القائمه تقدر تشتغل، ادي عندك لينكات وازرار وحاجات تعملها فوق، وتقدر تشتغل وتظهر لك العناصر اللي موجوده هنا يعني. ده من حيث المبدا انك انت شغال هنا. بقى بيقول لك ايه، تعال نستخدم الزوم زي ما دكتور احمد وصاني،
وبنقول هنا ده القمه بالبيكسل، الحد الادنى 56، لا احنا قلنا 112 عشان يبقى شكلها حلو كده. وهنا بيقول لك سلوك الشريط بقى، التمديد فقط عند التمرير للاعلى والا الاخفاء. ممكن نخليه والا الطيب. والله يعني انا يعني مش عارف بقى، يعني حتة الطي دي يعني هو السلوك اللي هيحصل، الاكشن اللي هيحصل للشريط ده. ماشي. لما اجي لتحت بيختفي، بيظهر لما بطلع لفوق. التمديد مع التمرير لاعلى والاخفاء مع اسفل، ما انا لسه شايفها. والا الطي. ماشي، يعني الاعلى باين. الطي، اخدت بالك، طي بس ما اختفاش كله. ماشي. طيب التمديد مباشرة مع التمرير الاعلى والا الاخفاء. ماشي ماشي، اخفاء. اهو، اذا انت بتختار السلوك اللي انت عايزه. انا شايف التمديد مع التمرير الاعلى والاخفاء، لا مش عايزه يختفي، انا عايزه يعمل الطي. الطي شكلها ظريف، اطلع لاعلى يبان كله، انزل لتحت ده موجود بس بيكمل سكرول بينزل لتحت. الدكتور بيقول افضل 110، يعني 110. نبص كده عندي كده، هي يعني ما فرقتش يا دكتور 110 من 112، يعني دول 2 بيكسل. شوف هي 110 110، دول 2 بيكسل، يعني ما تحسش بيهم خالص. ادي 112، يعني سنه 110 112 ما فيش اي مشكله. 110 دكتور ابو القيس، تمام ماشي. 109 اوكي. طب بص كده على 108، بما اننا كده بنتكلم في 2 بيكسل، 108 حلوه برضو وجميله اهي. تمام، فالامور سهله، بنتكلم في 2 بيكسل 4 بيكسل، المهم هنثبتها بحاجه تبقى ايه باينه فيها كده. ماشي يا دكتوره بلقيس، تمام. فكده الامور تمام عندنا. اشيل بس الزومينج ده ونشوف هنا الدنيا ماشيه ازاي. هنا بيقول لك استخدام صوره خلفيه للشريط. ايوه بقى، الموضوع اختلف بقى هنا. هو هنا عرض العنوان في الشريط، ماشي، هو عرض العنوان اهو، انما هنا استخدام صوره خلفيه للشريط، استخدام سمه مخصصه للشريط كده. انت ايه بتبقى ادفانس بقى، حط له صوره. هجيب له صوره منين ده دلوقتي؟ هجيب له صوره الجامعه برضو للخلفيه للشريط، بس مش هيبقى شكلها حلو، والصوره دي مش عجباني، كنت اخد الجي بي جي بس. اهو اخد لك صوره خلفيه، بس انا استفدت منها ايه؟ هي زي لوجو الجامعه، بس لو انا شلت الازرار دول او بعدتهم شويه هيبقى شكلها اظرف، بس غطت على كلمه الصفحه الرئيسيه. انا شايف ان مش لازم نحط لوجو الجامعه في الوش كده، يعني ممكن نلاقي له وضع اظرف يليق بيه في التطبيق يعني. تمام، ولكن احنا عرفنا ان انا اقدر احط هنا، انا لو خفيت الازرار دي، بس مش عايز اخفيها، انا تعبت فيها يعني. ماشي. استخدام بقى سمه تانية، الالوان، اللون الاخضر مش عاجبك هتخليه ابيض، ما هو هيأثر على الزر الابيض، هتخليه اسود هيبين كله زي الفل، فانت كده غيرت. بس انا قلت اخد لون كده مقارب من الجامعه يعني، او لون من هنا، من هنا من الحته اللي تحت دي، واخدين بالكم اللون الالوان دي. في هنا تدرج لوني كده جميل، فانت تقدر تاخد من الالوان دي وتقرر يعني، تشوف انت هتشتغل ازاي. فبما اني كاتب بالابيض، فافضل ان انا يعني اخد حاجه غامقه شويه. عارفين لو انا كتبت بالاسود، ما هو انا اقدر اكتب بالاسود، ما هو انا اقدر اكتب بالاسود زي ما كتبت كده قدامك اهو، انا كتبت بالاسود خلاص، ممكن اخد ابيض، ما اخدش اخضر بقى، اهو الكتابه هتبان، واغير الوان الايقونات، ما الصفحه باينه. فانما انا واخد اللون ده ماشي على اساس انا كاتب هنا بالابيض مش بالاسود، واقدر اخلي الـ الكتابه بولد، يعني السمك زاد هنا في كلمه الصفحه الرئيسيه، يعني مفيش عندي مشكله. طب انا الان ما عنديش حد عاد بيتواصل،
أين الدكتورة بلقيس ودكتور أحمد؟ دكتور أحمد خرج من الجلسة ولا إيه؟ آه دكتورة بلقيس، دكتور أحمد انتظار ويتنج شكله مشغول، دكتور عبد الرحمن، الدكتورة دكتور محمد، الدكتورة سالي، الدكتورة نونو، الناس بتوعنا، الناس معايا. طيب طمنتوني أكمل أنا. هنا بنقول ان هو 20 مثلا، الكتابه 20 نخليها 30، نشوف شكلها لما تبقى 30. شفت الكلمه بقت غامقه ازاي بول؟ ما هي كلمه صغيره فيها ايه لما اظهرها كده يعني. ماشي، وممكن بدل ما يبقى اسمها الصفحه الرئيسيه، طب انا مسميها الصفحه الرئيسيه ليه؟ طب ما انا اسميها اسم كده اشد، وليكن ايه؟ البرنامج الاسرائيلي مثلا، او اكتب التطبيق التعليمي مثلا لمقرر كذا، او اكتب اسم المقرر، مقرر الحاسب الالي على طول، تمام، او اسميه باللغه الانجليزيه مثلا عال 101، اكتب اللوجو بتاعه، فمقرر الكمبيوتر بس يعني، هيقوم كاتب لك هنا مقرر الكمبيوتر، فبقت كلمه ذات معنى. والصفحة الافتتاحية اهو، يبقى مقرر الكمبيوتر الصفحة الافتتاحية بتاعته بس. الدنيا ماشية اكتر بشكل ودي يعني. ونروح للنمط تاني بقى، ونروح عند الصور بتاعتنا ونشوف السمك. هو كان الدكتور احمد كان سألني على موضوع الاحتواء، ففي اللوجو بتاع الجامعة كان في حتة احتواء او تغطية او ملائم، بس طبعا انا ما عجبنيش المكان اللي حطيته فيه عشان مغطي على الكتابة، فعشان كده ما رضيتش احط اللوجو تاني هنا، فانا ممكن احطه في حتة تانية يعني، نظبط الدنيا يعني. الالوان اهي بتاعت الخرشيط والكتابة عليه بولد، ونوع الخط كمان نقدر نتعامل بانواع خطوط مختلفة، والامور تمشي معانا. طبعا هنا ايقونة شريط التطبيق، هنا في بيقول لك الحجم بتاعها 20، ولون الايقونة هنا اللون اللي هو زي الدرج ده، فهنشوف مثلا هتمشي معانا ازاي. بقى اسود فعلا، بقى اسود فوق اهو. طب لما يبقى اسود السمك بتاعه 20، هل انا اقدر اغيره الحجم من 20 اخليه 40؟ 40 بقى شكله جميل وكبير. اه نشيل الزوم ده اللي معاكسني، شوفوا هنا الكتابة بقت كبيرة والشريط بقى كبير برضو، غير الأول كان 20 صغير، بس كلمة مقرر الكمبيوتر اختفت. فأنت تشوف لها صرفة بقى يعني، ظبط الأحجام، خليها 30 وخلي ديت 25، مش هنختلف يعني، 25 و25 يعني أحسن من 20. ماشي ماشي، وده بقت بولد والخط بقى تمام، والدنيا مشت شوية اه يعني، بنتحاول نتفاهم يعني. ماشي الكلام. فأنا كده عملت الصفحة الرئيسية وظبطت الدنيا، عايزين نبتدي بقى نشتغل عشان الوقت بتاعنا الساعة بقت 11، فقدامي ساعة ونص كمان داخل هذا التطبيق، أحفظ الكلام اللي أنا عملته ونشوف الوضع بتاعنا إيه. هنا انا عايز ابتدي اشتغل بقى، خلاص انا اشتغلت على الايقونات وشريط التنقل والاعدادات الرئيسيه، اولا انا ظبطتها خلاص يعني، خلاص السيتنج الاعدادات الرئيسيه دي خلاص تمام التمام، ما فيش في اي مشكله فيها، مجموعه العنوان الرئيسي والايقونات والازرار والدنيا دي كلها، وشريط التنقل والامور دي كلها، والعناوين والامور دي كلها. ماشي الكلام. طيب جميل جميل جميل، عايز ان انا ادخل في جزئية تانية، ان انا اضيف عناصر بقى. خلاص انا ظبطت دي، اضيف صفحة تانية حتى. فمن الاضافات بقى نخش بقى على اضافة المكونات. هنا بيقول لك بقى عندك شائع، نسق، وسائط، تحقيق دخل، أزرار، عندي حاجات كتير يعني، امتدادات، أنشطة. فأنا باجي بختار إيه؟ بقول له أنا عايز صفحة، الصفحة موجود فين؟ هي الصفحة في الداشبورد،
موجودة في النسق في اللي اوت، سوري دي لي اوت نسق بيبقى فيها داش بورد. فهنا في داش بورد هنا زي ما انت شايف كده. فالداش بورد انواع، ممكن يبقى فيه داش بورد الرئيسية ديت وداش بورد كارد، ماشي الكلام. اللي انا بحتاجها زي اللي فوق دي الداش بورد الرئيسية، لما تحب تعمل صفحات وتبقى الصفحات دي موجودة عندك في المنيو هنا، وعلى فكرة اللي جوه الصفحة هيبقى موجود برضو، بس يعني صفحة زي الرئيسية، اذا استخدم الداش بورد اللي هي زي دي كده، الشاشة الرئيسية للتطبيق، الشاشة الرئيسية للتطبيق. وده اول مكون احنا هنعمله، هنضيفه معانا وهسميها انا عندي المقرر المحتوى. ايوه كده، انا اقدر اضيف صفحه للمحتوى فيها البي دي افات، انا حر، ودي فيها المحتوى، فيها الكتب، تحميل وقراءه الكتب، تحميل وقراءه الكتب، ماشي الكلام. خلاص، وانا عايز اعمل ايه، اظهار، ممكن اعمل بقى اظهار للعناصر وفي الصفحه دي كلها زي ما احنا عملنا في الثانيه، ومن واظهار زر المشاركه فيها طبعا، وفي الانماط اظهر العنوان الفرعي عشان يظهر لي هنا تحميل الكتب وابقى فاهم. يعني هشتغل عليها زي ما اشتغلت على الثانيه، بس انا يعني مش فايق دلوقتي اكرر لك الكلام تاني، انا عايز اكمل. بقى عندك صفحتين بدل الصفحه بقى ايه؟ اتنين. بقى عندي ابلكيشن، والابلكيشن ده تفتح الهيدر تايتل وهنغيرها بعدين دي. ويبقى عندي هنا مقرر الصفحه الافتتاحيه بتاعتنا، وعندي صفحه تانية فاضيه اللي هي المحتوى ما فيش فيها حاجه خالص، يعني مسكينه لسه، قراءه تحميل وقراءه الكتب او الملفات بتاعه المحاضرات، ماشي الكلام. فهنا ده اللي بنتكلم فيه، ده اللي احنا بنقوله، ماشي. تعالوا مع بعض برضو هنا نصغر عشان نعرف نشتغل. يبقى كده بنتكلم في الشريط بتاعنا. خد بالك احنا في النمط واحنا بنشتغل في مظهر الشريط، يعني ما اخدناش كل حاجه فيه يعني، بس اخدنا كل الحاجه الشائعه اللي ممكن تتقال. المهم حطينا صفحه للمحتوى، انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر ان انا انسخ، بدل ما اقعد انشئ من تاني بعد ما اتعب واشتغل واعمل، انسخ. يعني واحد يجي يقول يا دكتور عبد الرحمن، طب ما كنا ننسخ من فوق هنا، ننسخ كلمه مقرر الكمبيوتر دي، ماشي الكلام، واجي اخلي اسمها الفيديو التعليمي، ماشي، انا حر، واخدها احطها بعد اختها. فلما افتح القائمه الاقي الفيديو التعليمي، بس مش صفحه افتتاحيه بقى، يبقى يوتيوب، روابط يوتيوب مثلا، بس مش ترحيب بقى. المحتوى دي فاضيه لسه هتعب فيها، وعليا مين ده بايه؟ احذفها وانسخ من الفيديو، انسخ من الفيديو، ادوس على الترس هنا، انسخ، ما انا تعبت فيها، واخليها هنا المحتوى التعليمي، واخلي المحتوى هنا قراءه وتحميل البي دي اف، ماشي الكلام. يبقى انا كده عندي المحتوى التعليمي والفيديو التعليمي. تفتح القائمه تجد محتوى اهو، وتجد فيديو جوه الصفحه الرئيسيه، وكلهم شبه بعض. ما انا تعبت خلاص واشتغلت، هعمل تاني ليه بقى؟ هقعد اصمم والون واكبر واصغر. شوفوا بقى لما ندخل على المحتوى التعليمي نفس القالب، المحتوى التعليمي، شوف كده الفيديو التعليمي، الفيديو التعليمي نفس الديزاين، وانا اتعب نفسي واصمم تاني ليه؟ ادي ثلاث صفحات بكلمه ونص. ولكن انا قلت لك انك لما تحب تعمل صفحه فاضيه اذهب الى اضافه المكونات واللي اوت اللي النسق واضافه صفحه. انا نضفت صفحه اهو، اسمها داشبورد اهي، في الاخر اهي،
ماشي، بس اقعد بقى اشتغل عليها من الاول زي ما اشتغلت على الرئيسيه، اتعب بقى. طب ما انا تعبت في واحده، خد كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست وغير ما يلزم. انا قلت لك تجيبها منين، بس انا عندي ده افضل واسهل عليا واسرع زي ما انت شايف كده. اروح الفيديو التعليمي جاهزه جاهزه ان انا احط فيديوهات على طول. واخدين بالكم من اللعبه ماشيه ازاي؟ فكل حاجه بوصفها، كل حاجه بوصفها، كل حاجه بوصفها. اذا لما انا ادي الهيدر، طبعا ده هنا اسم الابليكيشن، انا مش المفروض اسم الابليكيشن هنا الحاسب الالي يظهر. فانا ممكن اقفل حتى المشروع ده كده وافتحه تاني يعني، ويعني ما اهو حفظ، واروح انا لقائمه المشاريع بتاعتي. ده المفروض مقدمه في الحاسب الالي، هي برضو ليها شغلها، ليها هنا ان انا اقدر اعمل اديت للمشروع واشوف شغله. بس هو من المفترض لما اصدر الهيدر تايتل هنا يبقى علي هنا اسم كده مميز يعني. المهم انا عرفتك تجيب الصفحات ازاي وتظبطها وتمشي الدنيا ازاي. الناس معايا؟ كام صفحة رئيسية، محتوى، فيديو، ايه تاني؟ جاليري، معرض الصور، معرض الصور، نسخ، دكتورة بالقسم بس اللي معايا، معرض الصور هنا، معرض صور المقرر ماشي. واحد بقى ايه يقول لك انا عايز اعمل خرائط ذهنية، معرض صور واشكال المقرر. واحد بقى في المقرر بتاعه ممكن يبقى فيه هنا صور، يعني صور على طول صور، واحطها في تالت واحدة. الداشبورد ده اللي انا جايبها مانيوال بايديا. فانا عندي هنا كام صفحة يا جماعة، شفتوا الشغل؟ ادي معرض صور، بس صور واشكال المقرر كبيره، معرض الصور وخلاص، كفايه معرض الصور. ما هو يعني الطالب هيفهمني، انا برضو بختصر ليه؟ عشان شكل التطبيق ما تظهر له المحتوى التعليمي تمام، الفيديو التعليمي اوكي، معرض الصور اوكي، مقرر الكمبيوتر زي الفل. فانا عاطيله كده هنا ايه مسميات تبقى مظبوطه يعني. طيب هنا في حول هنا اللي شغالين عليها، بس طبعا احنا بدأ ما اشتغل ده وصلناش لان احنا نعدل هنا في الاباوت يعني ماشي. وغالبا هيجيب لك اسمك اللي مرتبط بالايميل ماشي الكلام ماشي، ورقم الاصدار طبعا والكلام ده. انا ممكن اعمل هنا اباوت جديده طبعا، ممكن ابقى حول التطبيق، بس طبعا انا مش عايز ان انا ايه اخد حاجه فاضيه. هتحط بقى صورتك كاستاذ، والله نعملها سوا واحنا خسرانين ايه؟ تعالى كده نسخ، واخد النسخة الجديدة دي اخليها استاذ المقرر. يلا استاذ المقرر، احط بقى صورته وبياناته هنا، السيرة الذاتية، السيرة الذاتية هنا اكتب بقى براحتي مختصر، ولا مختصر السيرة الذاتية ولا حاجة، ايه ده اللي بكتبه ده؟ المعلومات الرئيسية. طب ادي له لينك السيره الذاتيه يبقى يحمله هو لو عايز. بس انا كده عندي في الابليكيشن تمام قوي 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 قوي. جاي لك يا دكتور احمد اهو، ادي الرئيسيه، وادي المحتوى التعليمي، وادي الفيديو التعليمي، وادي معرض الصور، وادي معلومات عن استاذ المقرر، وادي صفحه ملهاش اي 30 لازمه، انا بس كنت بشرح لك ازاي تجيب صفحه فاضيه عشان تعمل فيها الشغل ده كله. الدكتور احمد بيسالني ازاي نعدل، نعدل ايه؟ اسم الصفحة ولا نعدل اعدادات الصفحة؟ اعدل اللون هنا مثلا، يعني انت مش عايز في الصفحة دي تبقى، عايز صفحة المحتوى دي مميزة، يبقى النمط بتاعها في المحتوى هنا اخد الخلفية دي تحط خلفية تانية، دي اخد مثلا لون اخضر، لا ده دي تبقى لونها احمر، فالمحتوى تبقى دارك. خد بالك الرئيسية اخضر، المحتوى بني ولا مش عارف اسمه ايه ده، الفيديو بقى ياخد من اليوتيوب، ياخد من اليوتيوب، ياخد ايه بقى، ياخد احمر احمر اللي هو الريد، موجود في الجنب ده باين ولا في الجنب ده ولا باين عليه ريد، اعمله بايدي معلش يا جماعة. الريد الريد ريد ريد 255 مع صفر جرين، معلش اصل انا واخد جرافيك يعني، مع صفر بلو اديني ريد ريد اللون الاحمر اللي انا عايزه، ادي ريد ريد اهو يوتيوب اهو. فكده انا كده الفيديو بقى ريد ريد،
معرض الصور اديها اي لون بقى انا عايزه، ما يعني زي ما تحب انت مظهر الصور هنا براحتك يعني، اصفر ماشي، استاذ المقرر بقى اديله سيبه اخضر زي الرئيسيه. فانت تقدر تعدل في كل صفحه تعمل ما بدالك فيه، تقدر برضو تعدل الاسم وكل، تقف على اي صفحه تعدل فيها الاعدادات والنمط. فالعمليه كده ماشيه معاك. ولكن احنا اخذنا ايه؟ اضافه صفحه جديده من لاي اوت اللي هي النسق، وتضيف على الداشبورد الرئيسيه الاولانيه دي، فتضيف صفحه فاضيه زي الصفحه اللي ملهاش لازمه اللي في الاخر دي. تمام؟ طب جميل جدا، اتعلمنا ازاي نضيف صفحه فاضيه، وقلت لك ازاي ناخد منها كوبي ونعمل الصفحات التانية عشان يبقى عندنا ده. ازاي بقى احط الميديا البي دي اف والفيديو والصور الداتا بتاعتي، يعني فين الكلام ده كله؟ جميل جدا، تعال نبدأ بالفيديو اصله لذيذ. تعال نروح على اتقان، مثلا نجيب فيديوهات من اتقان، ما يعني انا ما عارف اليوتيوب بيجيب لنا اعلانات قناة الجزيرة ومسلسلات وتعابين ومقالب. يلا ماشي، نقول احنا عايزين قناة اتقان، مش عارف احنا بقى قناة اتقان اجيبها منين دلوقتي. فهمت تقريبا من عمادة التعلم الالكتروني. عشان بقى قناة بقى تعليمية، بدل ما ادخل على اي اكاونت، مش ده عمادة التعلم الالكتروني ودي الدروس التعليمية وده دروس أعضاء التدريس وده أي فيديوهات ودي قناة إتقان. أدي قناة إتقان صحيح، وأدي فيديوهات قناة إتقان، وأدي هناخد منها بقى براحتنا، بس أنا عايز فيديوهات بقى إيه يعني حلوة، قوائم التشغيل، واخد قائمة تشغيل مثلا مقرر قديم شوية مثلا حاسب آلي ولا حاجة، عشان ناخد حاجة كده موجودة عندنا بتاعتنا. دروس تعليمية لطلاب الدراسات العليا، والله الدروس التعليمية لطلاب المستوى الكامل، دروس تعليمية، ناخد دروس تعليمية دول يعني. وادي مقرر على بتاع الحاسب الآلي في 14 فيديو، فيديوهات والله يعني، ناخد نجرب الفيديوهات دي. ايه ده؟ ده فيديو في صوت ولا ما فيش؟ ممكن هو كورس على حسب، و24 فيديو شكل بايت من غير صوت ولا حاجة. رابعا الميجا، ولكن هو فيديو. وهنا في دروس تعليمية لأعضاء هيئة التدريس، فيها أنا عايز حاجة فيها صوت يعني، إعلانات برضو. قم بالذهاب إلى أسفل والله الصفحة أنا مش عارف الصوت وقم مكتوب بالضغط ليه. على تبويب أعضاء هيئة التدريس، ثم قم بالضغط على رابط التعلم الإلكتروني. تظهر لك شاشة الدخول إلى نظام التعلم الإلكتروني. ممتاز ممتاز والله. هم في العمادة اتخلصوا من الإعلانات، أنا ما سألتهم، جماعات وتمثل أعرف وأقول لك بكرة يا دكتور. أين كارت 20؟ هذا هو الناس بتشرح وحاسب قال هو الدنيا رايقة. تعالى بقى نبدأ نلعب اللعبة بتاعتنا. أنا التطبيق بتاعه أنا عايز فيديو تعليمي هنا، فعايز أضيف وسائط ميديا، الميديا هضيف من اليوتيوب. إذا أنا عندي هنا عنصر اسمه، طبعا هنا أضفت المكونات، في عندك وسائط، فعندك حاجات باللون الأزرق وحاجات باللون الأحمر. اللي باللون الأحمر دي باشتراك، واللي باللون الأزرق دي بدون اشتراك. فأنا عندي عايز أجيب، وخد بالك برضو ممكن تستخدم اي حاجه ما عليهاش الزر ده، يعني يوتيوب اقدر استخدمه، اي حاجه ما عليهاش اللون الاحمر، الزر الروز ده ولا اسمه اللون ايه ده الزر الصغير، اي حاجه ما عليهاش الزر الاحمر ده تقدر تستخدمه. تعال هنا انا عايز اجيب يوتيوب، احط بقى كام عنصر هنا. انا ممكن احط قائمه محتويات وممكن اسردها مباشره. فانا باجي في الفيديو التعليمي هنا وبقول ضيف فيديو، ماشي الكلام ده، فيديو واحد ده اول فيديو، واللي انا ممكن احط الفيديوهات دي في سلايدر. هتيجي يقول لي يا دكتور عبد الرحمن انت بترمي الفيديوهات كده،
يعني ادي فيديو، ما علينا ما علينا هرجع له، وادي فيديو تاني، هما كده يعني العملية بقت كده، وادي فيديو تالت. وهو جاي كده ليه جاي كده؟ ما هو جاي كده علشان احنا قلنا في الصفحة الرئيسية المفروض على عمودين، وممكن اخليهم على ثلاثة، وممكن اخليهم على أربعة، وممكن اخليهم على عمود واحد يجوا تحت بعض. ما هي بقى دي اللعبة الأولانية اللي أنا قلت لك عليها وإحنا شغالين في المقرر الرئيسي، قلت لك على عمودين عشان أنا أحط هنا بلوكات على اتنين، إنما في الفيديو التعليمي بقى كان شغال على عمودين فجابهم لك كده. واحد بقى يجي يقول لي لا ده أنا عايز الفيديوهات تيجي تحت بعضها بس، أما الباقي يشتغلوا على عمودين يبقى اشتغل على عمود واحد، التلات فيديوهات هيجي فيديو، التاني التالت ورا بعض كده بالجمال ده. هتحط رابع حط، ما عندكش أي مشاكل، هيجي تحتهم. ادي فيديو كمان اهو، تعال عشان برضو نتحمس قوي ونحس بطعم الاعدادات بتاعتنا. ادي 5 فيديوهات، ادي 1 2 3 4 5. لو هم جايين على عمودين واحد كليستة، ليست جروب، ده ليست جروب اهو في الفيديوهات كلها، فالليست جروب ده على عمودين كان بها ثلاثة وماله، مفيش اي مشكلة، اربعة المشكلة. شايف انت شكل الفيديوهات هتظهر ازاي؟ انما واحد للي عايز الفيديو يبقى كبير ويضغط كده عليه ويظبط الدنيا ويشتغل. جميل، الامور ماشيه. شوف انت عايز تشتغل ازاي واشتغل، ما عندناش اي مشكله. فانا طبعا هبدا معاكم بعمود واحد عشان انا شغال على عمودين في الرئيسيه، فانا عشان انوع بس من الاستراتيجيات يعني مش اكتر. وادي الفيديوهات جوه ليست جروب. واحد قال لي يا دكتور عبد الرحمن عندك بقى، استنى، هو كله ليست جروب؟ ما يعني لازم يبقوا لسته كده، ما ينفعوش يبقوا سلايدر يعني زي اللي بالعرض ديت. لا، هو في برضو عندنا في اضافه المكونات زي ما انا ضفت ليست جروب، اقدر احط برضو شغل السلايدر. طب فين السلايدر ده؟ موجود عندنا برضو في النسق هنا، سوري معلش، دي لسته ماشي، دي مجموعة السلايدر بقى، دي المجموعة دي أنا ممكن أضيفها، بس أضيفها وأنا واقف على الصفحة بس. ماشي، أدي الصفحة التانية اهي، بس جابها فين؟ أهي في الفيديو التعليمي. طبعا هات دي تحت دي كده معلش، وانقل لي فاضية اهي، فاضية اهي، انقل لي فيديوهين من الخمسة فيها. هات الفيديو ده انقله هنا، والفيديو ده كمان انقله هنا، هتلاقيهم جم جنب بعض. اخد بالك من السلايدر، واخد بالك من ليست، بقى عندك ليست وسلايدر. تعال نضيف فيديو تالت هنا، معلش سوري، عشان يبقوا ثلاثة سلايد وثلاثة ليست. فانا احط كده فيديو تالت هنا، بقى عندي 3 فيديوهات سلايدر و3 فيديوهات ليست. هو مفيش حد بيعمل كده، هو لا سلايدر لا ليست، ولكن انا بعلمك. فانا عشان بعلمك بستخدم النوعين، عشان ما تقولش الدكتور عبد الرحمن ما قاليش ازاي الاندرويد بتاعي يبقى فيه سلايدر. اللي بتعمله على الفيديو اعمله على الصور، اعمله على البي دي افات. الدكتور عبد الرحمن ما قاليش على الليست، لا انا قلت لك على السلايدر، جبت لك في الاول حتى، وجبت لك الليست كمان، وهنحط لك الفيديوهات كمان فيهم دلوقتي. اذا بقى عندك امكانيه انك تحط المالتي ميديا بتاعتك، كانت صور، كانت بي دي افات، كانت فيديو، على هيئه سلايدر بالعرض او ليست بالطول. مين واخد باله؟ مين فاهم حاجة؟ مين فاهم؟ مش هقول مين مش فاهم، مين فاهم؟ أي حاجة؟ أي حاجة من ال 66 اللي معانا دول، أي حد فاهم أي حاجة يكتب واحد، أي حاجة في الموضوع. يعني نجبر بخاطر بعض بس، عشان أنا إيه بقالي ساعة ساعتين أهوت بتكلم، فمش عايز يبقى الكلام على الفاضي يعني. نجبر بخاطر بعض في رمضان بس يعني. اللي مش فاهم حاجه يقول اتنين، والله مش مشكله، بكره هشرح تاني موقع تاني خالص، عشان بس ازود امكانياتكم في انتاج الاندرويد ابلكيشن. جميل 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 جدا، انا عندي مجموعه فيديوهات زي الفل اهو. طب المحتوى التعليمي، انا هدفي احط زي ما تقول كده بي دي افات، فانا عندي بي دي اف دوكمنت هنا، يعني ممكن اجي هنا برضو للاضافه، واجي هنا للاي اوت، واختار البي دي اف. لو في، هي مش بتبقى، هي ما بتبقاش في هنا، بتبقى في الوسائط، في الوسائط، واجي هنا اقوم اخد
اداه البي دي اف، وثيقه بي دي اف في جوه المحتوى بقى. فانا بقول له واحد ماشي، تاني هلاقي بقى في الشائع فوق بقى، ولا ما طلعتليش؟ المفروض تجي لي هنا، لو استخدمتها كتير تجي لي هنا. ما علينا، مش في الشائع، ارجع لها في الوسائط، ارجع للبي دي اف 2. شوف ازاي جايه لك على اساس عمودين، هيجوا لك البي دي افات كده، فانت تعمل ايه؟ تروح للمحتوى التعليمي وتقول لي لا على عمود واحد، فالبي دي افات تجي لك فوق بعضها كده، واحد يقول لك ثلاثه، فالبي دي افات تترصص بالشكل ده. فانا شايف ان هي واحد في العرض، وواحد مع ايه؟ مش ليست كمان، ده انا اجيب لك السلايدر واجيب لك البي دي افات جنب بعضها. هو ينفع كده وينفع كده؟ اه ينفع، وهعملها لك تاني زي ما عملتها في الفيديو، هعملها لك في البي دي اف. هات اضافه مكون، وهات لي في الوسائط، وانزل لي على وثيقه بي دي اف، ادي ثلاثه، خلوهم سته عشان اخد منهم ثلاثه احطهم فين؟ في السلايدر. ادي اربعه، ادي خمسه، ادي سته، اخر حاجه. ما يلا معلش بقى، انا عندي هنا دوكيمنت فايل، وهاخد الاداه بتاعتنا بتاعه التنسيق بتاعه السلايدر، واحطها قبل الليسته عشان اعلمك ده واعلمك ده، واخد لك ثلاثه من البي دي افات احطها لك في دراج اند دروب كده، ارميها لك في السلايدر. بقى عندي سلايدر بي دي اف دوكيمنت، وعندي ليسته بي دي اف دوكيمنت، ثلاثه وثلاثه، زي ما عملت الفيديو عملت لك الايه؟ اللي اوت بتاع المحتوى. يبقى انا خلصت هنا وخلصت هنا. نسخ لصق، والله يا دكتور محمد انا بلاش نسخ لصق، هو ينفع، هو ينفع. بص على اللعبه دي يا دكتور محمد اهو، انا هخلي لك الليسته ديت اليوتيوب دي تبقى اربعه، فانا هنا عندك نسخ بس اهو. اه خلاص جاب لك الرابع بتاعهم اهو، بس انا ما بحبش اشتغل بالطريقه دي. هو بدأ يجيب ناقص اللينكات بس، جهز لك كل حاجه وناقص اللينكات. ينفع نسخ بس من غير لصق حتى. ده في الفيديو التعليمي، وهنا في البي دي اف نفس الكلام اهو، تدوس على الترس وتقول نسخ. بعد ما تخلص الاعدادات بقى جاب لك بقى هو ايه؟ نسخ. اه يجوز يجوز، بس انا بقى يعني بحب لو هشتغل من البدايه كلينك بحب اخد من الاول يعني. ماشي الكلام؟ طب نكمل. يبقى انا كده بي دي افات موجود، فيديو موجود، والدنيا رايقه، وسلايدر وليست، فاضل الصور. فاضل الصور، انا عندي هنا اداه للصور في الوسائط برضو، يعني مش هقدر اشرح البرنامج كله، باخد اللي انا اقدر عليه. وادي معرض صور، واضيف معرض صور هنا، ادي فوتو جالري، ده جالري، ده جالري لحاله بقى، انت تحط جواه الصور اللي انت عايزها. يعني اجي هنا في تصفح الصور واخد لي كام صوره هنا مثلا؟ والله انا ما عارف اجيب صور منين، يعني مثلا مش عارف بقى انا اجيب صور، اخد صوره الورده دي مع صوره الورده دي مع صورتي مع صوره القطه مع صورتي وانا واقف مع صورتي وانا قاعد مع ابويا مع بانر، اي حاجه بقى يعني، ما يعني صوره دكتور محمد جابر وحاضرين مع بعض في المؤتمر اونلاين. بس كده كفاية، بس هي الصورة ما ظهرتش ليه؟ ماشي أدي أهو. هنا بقى بيقول لي بيحمل 8 صور، أول حاجة عملناها الصور أهي، بيقول لك في بقى صور فيها مشاكل، في صور ما فيهاش مشاكل، ده جاليري صور أهم أهم، ده فوتو جاليري في ليستة. ماشي الكلام؟ معرض صور جوه ليست جروب. ماشي الكلام؟ فين هو معرض الصور؟ نقفل الفيديو بس ده، نقفل المحتوى، نفتح معرض الصور عشان ما تلخبطش بس. وادي الليست جروب اهو، وادي الجاليري اهو. طيب هل ينفع برضو الصور دي تتحط في سلايدر؟ يعني هل انا ممكن اجيب سلايدر كده واحطه وانقل الجاليري ده فيه؟ تمام، ما هي هي، ما هو اصل هيبقى ايه؟ هيحط لك اتنين جاليري جنب بعض. الفكره في عدد الجاليري، نسخ نسخ. ماشي، انا عندي هنا بره ادي جاليري اهو، بتسحبهم كده. وخد بالك معرض الصور جاي لك في العمدات، مش غير بقى هنا، خليه على عمود واحد عشان يبقى الشكل كده. يبقى شوف كم معرض صور، 3 معارض صور، صور عن الوحده الاولى، صور عن الوحده الثانيه. يعني ممكن انا اغير الفوتو جاليري الاولاني ده اخليه بعنوان صور
وأشكال الوحدة الأولى. هو ده الكلام بقى العلمي اللي مرتبط بينا. الثاني صور وأشكال من الوحدة الثانية. وأجيب بقى من الكمبيوتر زي ما أنا جبت الوردة والقطة وأنا وأبويا والدكتور محمد وكده، صور وأشكال من الوحدة الثالثة. جيب بقى أنت من عندك، ماشي الكلام؟ أدي أولى ثانية ثالثة، هم بس أشيلهم. ماشي ماشي، محدش يقول الدكتور عبد الرحمن ما أخد لي نفس الصور. لا، ما أنا أقدر أحدد الصورة اللي أنا عايزها، ماشي الكلام؟ أهو أهو بجيبهم أهو، الصور اللي أنا مش عايزهم، تمام؟ أحدد الصورة اللي أنا عايز أشتغل عليها أهو، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، ونفذ عليهم بقى إيه؟ تنفيذ جماعي لحاجة معينة هي الحذف. يلا مع السلامة. يبقى الجاليري ده فيه أربعة، والجاليري ده فيه ستة، والعملية مختلفة. الجاليري ده صور مختلفة خالص، مثلا إن أنا أجي هنا، يعني أجي أخد الصور دي كلها وأحط أنواع مختلفة من الصور. مفيش مشكلة، تنفيذ جماعي وحذف. بقى الجاليري ده فيه ثلاثة، الجاليري ده فيه كتير، الجاليري ده فيه أربعة، أنا حر، أنا حر. ماشي الكلام؟ وادي الصور جاية بالشكل ده. طب جوه الصور نفسه، جوه الجاليري، يعني هل ممكن يبقى مختلف السلايدر؟ ما هو هنا ده خلاص، ده بقى سلايدر، معرض الصور واحد، وبقى على اساس انه سلايدر من الاول. بس هنا ما يغركش الكلام ده، مش مشكله، هيتظبط هيتظبط في الوقت. فهنا جاب لي صور سلايدر، هل ممكن سلايدر جوه سلايدر؟ من حيث المبدأ يعني، هل ممكن؟ تعالى كده ناخد سلايدر جوه سلايدر. هو في الاصل دي اداه تتحط جوه السلايدر في الاصل، هو كده. فممكن كده من بره بره. فتعالى هنا في النصب كده وهات السلايدر دي مجموعة، فهي الأصول ما تجيش كده يعني، فما ينفعش. هيبقوا متنافسين يعني، هيبقوا تحت بعض كده. يبقى هنا في صور وأشكال جوه دي، وصور وأشكال جوه دي تحت بعض، دي فيها اتنين ودي فيها واحدة لحد ما نكتر، فيبقى في بينهم تنافس يعني، ما مش منطقي يعني. تعالى هاتها كده في الاخر وشيل منها الصورة وحطها مع اخواتها والغي دي خالص كده، مش عايزها. فانا عندي جاليري صور، تمام الامور تمام. هنا ثلاثة جاليري صور، الليستة دي ملهاش لازمة الا اذا انت هتحط حاجة تحت. انا ممكن احط حاجة هنا تحت كده كصور مباشرة يعني، مش جاليري بقى، مش جاليري. ممكن احط كروت في ليستة، تمام؟ مش معرض، مش معرض. ممكن احط اشغل حاجة تانية زي مثلا، خلصنا البي دي اف واليوتيوب والكلام ده، ممكن اشوف انا حاجة تانية غير الوسائط. ممكن اشتغل بطاقات، داشبورد، كارد، ماشي، ممكن بشتغل بيها. بس يعني ايه يعني؟ شوف كده الكارد ده، يجي لك هنا كارد كده، ممكن تبقى لستة تشتغل بقى عليها، تحط فيها صورة واحدة ولينك ينقلك لحتة تانية يعني. فالمهم يعني انك تقدر تشتغل بأكثر من أداة. ولكن انا مركز معاكم النهاردة في ايه؟ في الصور والفيديو والبي دي افات. الصور خلاص تمام، تعال بقى للفيديوهات نظبطها زي ما ظبطنا معرض الصور يعني. تعال هنا، انا عندي كام فيديو؟ عندي 6 فيديوهات المفروض، في دي ثلاثة ودي ثلاثة. فأنا عشان ما أبوظش الدنيا لازم أحط لينكات هنا. فأنا عندي أول لينك وليكن الدخول على النظام ده فيديو، والصفحة الرئيسية فيديو، وتحرير المعلومات الشخصية فيديو. Desire less hair fall? The secret is the nourishment of onion oil. يعني ده إعلان أنا ماليش فيه يعني، بس أنا هعمل إيه بقى؟ مشاركة، الدخول إلى النظام. حاضر عزيزي عضو هيئة التدريس، وادي اللينك بعد أهو ناس. الانتهاء من مشاهدة هذا الفيديو سنتمكن بإذن الله تعالى. مع السلامة. الصفحة الرئيسية هات لي المشروع بتاعي، حط لي ده أول لينك. خلاص كده هنا مفيش مشكلة.
هنا في الاولاني ده مفيش مشكله، الفيديو شغال اهو، وجاب لي الديسكريبشن لو في، جاب لي الاسم والديسكريبشن. طبعا هنا ما بيكتبوش ديسكريبشن، فعشان كده ممكن تلاقيه فاضي، ماشي الكلام؟ فمفيش ديسكريبشن، لو في ديسكريبشن كان لقطه منين؟ من اليوتيوب. لا الاعلانات بقى خلاص يا دكتور هي نشيلها احنا يعني هنظبطها، ولكن انت بص انت على التطبيق، انا ليا التطبيق. التطبيق هنا شغال وتعيد وتزيد والوقت، هنا مفيش ديسكريبشن انا افيلابل، انما انا عندي فيديوهات ممكن على قناتي انا حاطط فيها ديسكريبشن ممكن انا اجيبها. فانا مثلا عندي سالم فور اي تي، عندي قناة هنا مش عارف انا القناة سالم فور اي تي دي، عندنا فيها الصفحة الرئيسية لنظام إدارة التعلم الإلكتروني بلاك بارد قناتي عزيزي عضو هيئة التدريس خلاص بعد الانتهاء. عندنا بعض الفيديوهات عندنا على قناتي في الفيديوهات حاطط ديسكريبشن، مش عارف بقى انا حاطط فين، وليكن في التدريب ده انا كنت حاطط ديسكريبشن اهو، ده ديسكريبشن. فانا السلام لو عليكم ورحمه الله وبركاته، فانا لو اخذت مشاركه واخذت ده كده تدريب وتوظيف اخذت ده كده حلقه تعليميه ثلاثيه الابعاد باستخدام ده دوره تدريبيه باين كنت عاملها امتى، ده في 2021. فهاخد هنا الديسكريبشن ده في الفيديو الثاني بقى، المفروض لو في ديسكريبشن صغير حتى يبان، ماشي الكلام؟ فالمفروض يجي هنا ده بالديسكريبشن بتاعه، ما يقوليش بقى ما فيش ديسكريبشن بس قال لي في البريفيو، يعني هو في البريفيو مش هيبان بس هيبان لي بعد كده. فانا جبت فيديو هو من قناتي على فيديو من قناة العمادة على اساس بقى بظبط للطلبة ايه التطبيق يبقى متظبط يعني. المهم لما نصدر وكده هيبان الديسكريبشن، ما انا كاتب المفروض ديسكريبشن، راح فين الفيديو بتاعي؟ اهو في المفروض هنا وصف، ماشي الكلام؟ فكده الدنيا ماشيه يعني. فاقدر اخد فيديو تاني. تحرير المعلومات الشخصيه عزيزي عضو هيئه التدريس بعد الانتهاء من مشاهده هذا مع السلامه انتوا الاثنين، وهات هنا في الفيديو الثالث وحط له اللينك، ماشي الكلام؟ انا كده بقى عندي ايه ثلاث فيديوهات، ادي واحد اثنين ثلاثه زي الفل. التلاتة بقى التانيين دول اللي برا اللي هم في الليستة، ما انا عندي هنا في مقرر الكمبيوتر عندي دي بي دي افات واحد اتنين تلاتة ما لهمش، مش لاقي لهم حاجة. انا عندي فيديوهات وفي تلات فيديوهات تانيين ما لهمش لازمة، فانا عندي التلات فيديوهات دول مظبوطين في صفحة الفيديو اللي هم دول التلاتة اللي بالعرض دول انا زبطتهم، الليستة دي لسه ما زبطتش بس انا عايز اظبطهم. طب انا عليا من ده بايه؟ هحذف دول بدل ما اجيب فيديوهات تانية. حذف ماشي. الاحمر ده باين انه مش مظبوط، هعمل من ده نسخ واجيبه تحت كده واحذف اللي ملوش لازمه ده، يعني عشان ما اقعدش اكرر الروابط وانسخ ده كمان واجيبه تحت اخوه كده، فاسميهم بقى زي ما انا عايز. ده اسمه يوتيوب؟ لا، ده الدرس الاول، درس واحد مثلا، ده المحاضره الخامسه، اي حاجه بقى. ما انا بسمي باسامي مختلفه عشان انت تعرف تكتب ارقام وحروف وكده، ده ليسون اي حاجه انجليزي، اكتب انجلش اهو انجلش اي حاجه حرفين بس كمان اهو، يبقى الدرس واحد المحاضره الخامسه انجلش، اعمل اللي انت عايزه. ده نسخه من يوتيوب؟ لا، اسميه يوتيوب بس، انا حر بقى، يوتيوب 2 الكلام. وده ايه؟ ده نسخه سميها عربي على انجليزي. اذا اليوتيوب عندي ما فيش فيه حاجه فيه فاضيه، والدنيا متظبطه وروقان الروقان، مش ومعرض الصور زي الفل، المحتوى التعليمي البي دي افات مش مظبوطه، ماشي الكلام؟ هنا في مشكله كبيره، لازم ارفق بي دي اف. حاول ترفق بي دي اف صغير، يعني انا مش عارف اجيب لكم بي دي اف منين دلوقتي بصراحه، فانا اشوف على الجهاز كده بشكل سريع اي بي دي اف على الديسك توب كده يكون ملوش ايه حاجه عندي،
مصرف الرجحي، كشف حساب، مش هينفع في الكلام ده. علي، علي عبد الرحمن، خدمة مش عارف ايه، فحص الاقتباس، مسافات كبيرة. تقييم المجلات العلمية المصرية، هات تقييم المجلات العلمية المصرية، هات 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 خلاص هاتوا ده. وايه علي ده؟ ده علي ده ابني. الشهادة، ماشي ماشي، يلا بلاش الشهادة، ناخد التقييم ده ونكرره. وده ده كبير شوية، مكرر الحشرات ده وفحص الاقتباس ده كبير. ناخد تقييم المجلات ده، ده كويس. ناخد كده فين البرنامج بتاعنا، وهنيجي نعمل هنا مفيش بي دي اف. لا انا هجيب لك هات البي دي اف. وهات المجلة ده كمان، هات تقييم المجلة المصرية للكمبيوتر التعليمي، هاته. مش هيخسرنا حاجة، واتحط عشان حجمه كويس. هات التاني ده برضو، هات برضو نسخة تاني، فايل تاني يعني، اللي هو تقييم المجلات ده حجمه أكبر شوية عشان عدد صفحاته كبير. بس اتاخد في بقى واحد كبير قوي، بس أنا مش عايز أكبر، أضخم لكم الدنيا يعني، أنا مش عايز أضخم الدنيا. يعني دي معايير تصميم المقرات الإلكترونية، ملهاش لازم أحطها يعني. هات التقويم الدراسي ده، انا كده بقى عندي 3 ملفات مظبوطة. ونشيل ال3 ملفات او ال4 ملفات دول، واخدهم هم التانيين دول سلايدر برضو، عشان بس املى البيانات يعني، ما مش لاقي ملفات بي دي اف فما بكررها يعني. ماشي الكلام، ادي حذفه. فانا عندي لستة هنا، فانا اقدر اخد ده كده الاخير ده نسخ دوبليكيت، واخده جوه الليست عشان برضو ايه ما اضيعش الليست، عشان تجربوا ده وتجربوا ده. واخد من التاني ده نسخه دوبليكيت واحطها جوه ايه الليست برضو، واخد من الاول ده نسخه دوبليكيت واخدها برضو جوه الليست بقى. فبقى عندك انت نوعين من المحتوى، البي دي اف هنا في سلايدر وفي هنا ليست، وباساميهم زي ما هي. ما اتعلمنا بقى، احنا غيرنا في اليوتيوب وغيرنا في الصور، فخلاص بقى فهمنا الليله يعني، فالدنيا شغاله زي الفل كده. خلصنا المحتوى التعليمي بتاعنا، سواء بي دي افات او فيديو او صور، والجو رايق جدا. فاضل شويه معلومات عن الاستاذ المقرر، ودي ممكن نجيبها احنا كصوره، نحط صوره شخصيه هنا الاستاذ المقرر ككارت، ونبدا نتعامل معاه. طيب انا عايز ابدا اتعامل مع ايه استاذ المقرر؟ ممكن انا اصمم كارت على فكره، شايفين الكارت ده؟ طب ما هي عندي في دوره الاندرويد التانية، انا عندي هنا الخلفيه دي، يعني انا ممكن اصمم عليها دي. هي دي مقاسات للاندرويد، خد بالك يعني، انت ممكن تاخد نفس المقاس ده وتعمل كارت بيه. ما خد بقى انت اللعبه، ما هي الموضوع فني اكتر يعني. فين الانفورميشن؟ فايل انفورميشن، شوف هنا بيقول لك السايز كام؟ 721 في 1280. جميل قوي يعني، انا اشكره على انه اداني السايز، انا مش عايز اكتر من كده. فانا عندك فاكرين موقع الانفوجرافيك، انا اديت لمعظمكم دوره الانفوجرافيك يعني، حضراتكم كنتم معايا في الانفوجرافيك، واخدنا الويب سايت ده. فالويب سايت ده مثلا انا عندي فيه اكاونت يعني باسمي، وعندي بعض الديزاين هنا زي الكارت ده وغيره. فانا اقدر كرييت ديزاين جديد، لا سوري سوري مش من هنا طبعا. اقدر ان انا اكاريت مشروع جديد، سوري طبعا، ومن هنا طبعا اد نيو، واشتغل في المشاريع بتاعتي واشتغل عليها يعني زي ما احنا كنا شغالين.
واقدر كمان ان انا اخد الديزاينات القديمه بتاعتي وليكن الكارد او الانستجرام او بوستر او اي حاجه، ممكن اشوف هنا اي ما ممكن تلاقي الاندرويد. خد بالك يعني ممكن ادور هنا على الاندرويد واجيب اندرويد مثلا لو في يعني، بس هو ما جابش يعني من حيث المبدا يعني تمبليتس. اندرويد ابلكيشن ديفلوبر اهو ماشي يعني في كلام في كلام في كلام يعني في ديزاين للاندرويد اهو، واقدر احط صورتي وبيانات عني يعني العمليه تمشي ماشي. بس انا عايز حاجه فري ما عليهاش التاج، ف ف ف فانا كده مثلا مضطر مثلا ابحث عن حاجه فري لو موجود يعني. فانا اقدر استخدم اي تمبليت لو هو في فري واحط الديزاين بتاعي واشتغل يعني. فده شكل من الاشكال، بس مش عارف بقى مكتوب اس دوت مدفوع ده غير مدفوع، كل حاجه ليها شكل يعني. وممكن تبحث عن كارد وتجيب بقى انت كارد يعني، ده اندرويد ابلكيشن كارد، ربنا يسهل ويجي يعني. جاب لك حاجات للاندرويد خاصه برمضان وكده، انت تعدل بقى ما يلزم. في مجاني طبعا، انا ممكن اقول له بقى فري، معانا بقى في ان انا غلبان بقى فري، فجاب لي فري اهو. تاخد بقى انت المقاسات بتاعتك لو هي متناسبه ده فري ده، وتحط فيه الشغل بتاعك بقى مثلا كاستمايز مثلا زيس تمبليت، فهو جاب لي اهو التمبليت ده انا اشتغل عليه مثلا فجاب لك دوت وبيقول لك اشتغل وعدل واعمل وروق الدنيا. ده من حيث المبدا، ده من حيث المبدا. ممكن اعمل كرييت نيو ديزاين من الاول خالص واقول له الديزاين ده لايه، ما انا لازم بس اتعرفه يعني. الديزاين ده الكذا للبانر اللي مش عارف ايه، بوستر مش عارف ايه، تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. فانا بقول له هنا مثلا كاستم سايز، بدي له بقى المقاسين اللي هو 721 ده 721 عشان اطلع حاجه كويسه يعني في 1280 في 1280 وكاريت انا الدنيا على هذا الاساس، فيديك هو المقاس ده. فانت تدرج اند دروب اللي انت عايزه، عايز تحط سيره ذاتيه ليك، عايز تحط مش عارف ايه، فانا هدرج اند دروب ده ومش هعدل فيه بقى عشان ده دوره تانية يعني لسه جايه. فانا هدرج اند دروب ده مثلا للطالب بتاعي، انا كده خلصت مثلا. وعايز احط له خلفيه كمان، فين الابلودد عندي حبه حاجات كده، ممكن احط له جامعه القصيم فوق هنا بالمنظر ده، والداتا الباقيه دي كلها كان المفروض اسحبها لتحت سيدنا مثلا، واخد جامعه القاسم بس اطلعها فوق سنه كده مثلا. انا كده عملت حاجه تنفع للاندرويد وفق المقاسات اللي انا عارفها يعني، اصغر اكبر بالمحاوله والخطا اظبط الدنيا، العمليه ماشيه يعني مش هنخسر كتير يعني. فتيجي للالمنت هنا، فالديزاين في عندي حاجه هنا في الباك جراوند مثلا، الباك جراوند وعندي باك جراوند كتير، فاقول دي هتنفع في الموبايل اكتر، فدي بقت كده شكلها اجمل واظرف. اعمل ريندر بقى، اشير الموضوع واقدر اداونلود. انا هدفي اطلع صوره جي بي جي بيست فور شير، فانا بجيب صوره اهي جي بي جي بالحجم المطلوب وكوالتي جميل زي ما يكون بقى، واقول له داونلود، فهو هنا شغال على الصوره اللي انا عايزها دي. ماشي الكلام؟ فقال لي تحفظها فين هنا؟ قلت له يا عم احفظ زي ما انت عايز. واروح بقى انا جوه الابلكيشن، معلش تعبتكم احنا داخلين على ساعتين ونص، واجي جوه الابلكيشن هنا بقى. انا عندي الخلفيه اللي انا كنت مختارها في، والله نسيت، في الصفحه اللي هي دي،
فاخد واحده غيرها. ما احنا جايين لك يا دكتور احمد، بس اباوت دي لعبه تانية خالص عشان ما تنساش ان احنا فري يعني. فبقى اهي بس يعني والله يعني مقبوله، بس يعني لو ريسايز بس الطالب يعني هينبسط، الطالب هينبسط يعني. بس انت ايه الحجم بتاعنا هنا، حملنا الصورة وما عنديش تفاعل معاها اكتر من كده، بس الطالب هينبسط لو انا فهمت اللعبة. فعشان انا فهمت اللعبة فهعمل ايه، هعمل ايه ان انا هعمل كنترول ايه كده وهعمل ريسايز كده. ما هو انا فهمت اللي فيها بقى خلاص، واجيب ده سنتر كده. الدنيا كده رايقه عندي اكتر، ولو في مشكله هعالجها برضو. من واقول له مثلا شير على كده، وانا بشير غالبا بداون لود غالبا صور جي بي جي يعني، وبقول له يلا هي بس انا فضيت هامش صغير يعني. فباخد صورة تانية عشان انا ايه بكل حاجة بالتجربة يعني. فآخر 10 دقايق بس دول في الشرح عشان انا عايز ابعت لكم حاجة يعني. فهغير الصورة ديت واحمل الملف الجديد اللي هو ممكن يكون اظرف شوية من الملف القديم، والبيانات فيها تبان اكتر. ايوه كده، مفيش ولا بيان مختفي. وكل لما انت بتتعامل اكتر كل لما الدنيا بتروق اكتر، ادي التليفون والايميل والبريد والدنيا في المشروع بتاعك كله، مفيش بيان متغطي، وادي لوجو جامعة القسيم كمان، وادي الدنيا رايقة جدا. يبقى انت عندك استاذ مقرر ومعلومات، واعمله عربي. انا هنا نفس الموقع على فكرة عامل السي في بتاع عربي، ما انا عندي انا هنا المشاريع بتاعتي، عندنا السي في بتاعي نفسه عامله بهنا اهو يعني. مثلا ده الملخص، والله ما عارف انهم فيهم، بس يعني هو ده تقريبا اهو. انا شغال هنا اهو، انا شغال هنا اهو، كاتب البيانات بتاعتي، وكم صفحة هو 15 صفحة. فحاطط بقى انا ايه الداتا بتاعتي كاملة، وحاطط وبشتغل فيه واظبط واغير واعدل واعمل، واخد الصور اللي انا عايزها منه كلها واظبط الديزاين بتاعي. حتى حاطط صوره بقى من قرار استاذ وشهاده خبره، على اعتبار ان انا ايه اظبط نفسي مستقبلا يعني. فانا كده ظبطت خلاص. لا لا يا دكتور احمد، الخط غير واضح دلوقتي، بس هنشوف بعدين. خد بالك الريزولوشن حلوه، الريزولوشن اللي طالع بيها حلوه. احنا برضو ممكن، ما هو انت بالبرنامج بقى هنا يا دكتور احمد، وانت بتبابلش هو بيقول لك انت السايز والريزولوشن دي حاجة انت بتتعامل معاها لما بتشتري. شايف الكواليتي دي؟ هو قافل لي على 80% هنا يعني. هو كويس قوي انه عطاني 80%، بس انا ممكن اعمل لعبة تانية يا دكتور احمد، اطلع بي دي اف واصدر صورة ببرامج الكونفرتر، فهنا بيديك ممكن كواليتي اعلى يعني. لما تطلع بي دي اف بيست، ده بيست او ستاندرد، تطلعه وتكونفرت بيديك حاجه احلى يعني. المهم انا عايز بقى، خلصت انا شغلي وهنا دي فاضيه، المفروض كنت احط فيها لوجو جامعه القسيم ولا حاجه، فانا سايبها بلاش كده. ممكن احط فيها زر، ممكن تبقى كانها زر او كده، نفس المشروع التاني. ممكن اسيبها دلوقتي مؤقتا عشان الوقت يعني، احط فيها رساله ترحيب، مقدمه، اي حاجه يعني. ممكن اخد زي استاذ المقرر، فممكن اخدها كزر، احط فيها زر كده يبقى ازرار، شوف ماشي بقى ازاي. ممكن زر الداشبورد، تعال نشوف دي شكلها هتبقى عامله ازاي هنا. فهنا بطن معين محتاج هنا، بس ده عشان اتنقل من صفحة لصفحة يعني. هنا هينقلني، هيحط لي زر عشان اضغط عليه ينتقل. طب ما انا عايز انتقل لايه؟ لاستاذ المقرر يعني، كأنها يعني ماشي.
يبقى انا كده حطيني هنا زر الاستاذ المقرر، تضغط عليه تروح لاستاذ المقرر. انا مش عايز، انا كده ما كنتش عايز اديك الاضرار دي يعني، ما كانش هدفي كده. هي حاجات بتيجي كده يعني. المهم الاضرار، انا شرحت الاضرار من غير ما اقصد يعني، بس مش مشكله. هنا طبعا تقدر تضيف زر تنفيذ برضو. هنا في ازرار تانية تعمل حاجات تانية، زر بريد، زر رابط، طب موقع خارجي، دي كلها ازرار. تمام، دي كلها ازرار تقدر تستخدمها وتشتغل بيها، واتصال ومرسكات واتساب وخريطة. يعني بقول لك انت تقدر تعمل اكتر من حاجة يعني، ممكن تحط تظبط في الصفحة ديت انك انت على صف واحد، ويبقى ده زر ينقلك على طول، ويبقى هو في المركز ورأسي مثلا. لا سوري سوري، ده هو بيتحكم في الحاجة التانية، انا اسف انا اسف، انا هقف على التاني. ده هو هيبقى في التباعد بالتساوي وافقي، تمام كده. انما ده بقى اللي انا واقف عليه، ده اللي ممكن اتعامل معاه كزر زي ده استاذ المقرر. ممكن بقى اتعامل معاه احط زرين ثلاثة اربعة، وابدأ اظهر واخفي، واحط بقى في النمط والمظهر، واستخدم احجام معينة، واستخدم بوزيشنز معينة. شايف البوزيشن دي، واغير البوزيشن، احط له من فوق يبقى 50 مثلا عشان ينزل لتحت شوية، واجي عند تحت يبقى مثلا برضو 50 كده يعني، او تخليه تحت سالب 100. انت ما تعرفش بقى، ما فيش للسالب هنا، تخليه صفر بقى. فانت عندك هنا نصف القطر، تخليه تشوف تظبط الدنيا بقى، تظبط المسافات، شوف عامل ازاي بقى عندك الشكل ده. ماشي، بقى عندك الشكل ده هنا، وتظبط عليه كأنه زر موجود في الرئيسية، وتسمي وتظبط وتلون وتخلص كل شيء عندك، وتحط كمان في اللي انت عايزه اظهار الايقونة بتاعته، واستخدام صورة خلفية، ودي اللي تحط فيها اللوجو بتاع الجامعة مثلا، وتشيل بقى الأزرار الخلفية بقى عشان ما يعكس ما تعكسناش الأزرار دي، مع تظبيطة الحجم بقى طبعا. ال20 دي نخليها 30 من حيث المبدأ للكتابة عشان نظبط، ونخليها هنا ونكتب بقى بعد كده اللي احنا عايزينه. بدل ما كلمة داشبورد هنا، تكتب اللي انت عايزه، زر الدخول، زر البداية، اي حاجة بقى سميه زي ما انت عايز تسميه بقى، زر البداية. وظبط انت بقى هنا النمط بتاعه، انزل بقى معايا بالدور، وشوف بقى انت هتستخدم الحجم المخصص لهذا الزر ولا لا. ولكن انا افضل هو ملو الصورة كده مع ال50 من فوق، مش شكلها حلو، فانا خليها 20 من فوق مع 50 من هنا، لا نخليها 30 بس، بيأثر على الشكل القطري، وانا الشكل القطري كان عاجبني، فلو خليتها 100 للشكل القطري هيعمل كده، بس الحجم الطولي عدد الصفوف لو واحد هيبقى كده مش حلو، فلو خليته 2 هيملى الشاشة، هيبقى شكله أزرف، ولكن هيبقى متاكل من تحت، ولكن مش قضية مش قضية. انا اخلي النصف قطر اخليه زيرو، وما حسسش الناس بالموضوع اهون عندي، والعمليه تمشي كده. وبدل ما 10 تبقى 0 0 0 كله لازق في بعضه، ما حدش حاسس بحاجه، والحواف كمان اضيعها، ما يبقاش في حواف خالص. بدل ما هي 3 تبقى 0، وتبقى الصوره كانها مطبوعه، يدخل يلاقي جامعه القصيم، يضغط عليها ينتقل للاستاذ المقرر، والعمليه تمشي كده تك تك. اخدت بالك ماشيه ازاي؟ انا كده ايه، حبيت اعمل زر كده في النص، زر ما حدش حاسس بيه يضغط، بس ما يحسش بيه غير اللي يضغط، يمشي تحت كده ما يلاقيش حاجه. تمام، فانا قعدت يعني اظبط فيه كده لحد ما الدنيا اتظبطت فيه، وبقى شكله ظريف كزر هنا، زر البدايه ده. ماشي الكلام، وادي مظهره، وادي اللوجو، وادي هنا كمان اعدادات النص، اللي ده زر البدايه ممكن اظبط فيه واخلي بولد، واغير لون الكتابه والالوان، واظهر ايقونه في النص كمان لو عايز، وغير يعني الكلام ده كله ايه، اخدناه قبل كده في حاجه تانية. عملت حفظ، ما عادش فاضل معايا كتير في الوقت،
اسمحوا لي ان انا ابدا ابلش انشئ التطبيق ده عشان لو في مشكله يقول لي يعني يشتغل كده، او هو المفروض انا وليه محدود وليه محدود؟ ما انا ليه 7 ايام اخد الغير محدود يعني، ما انا ليه محدود؟ ما انا كنت اقول له غير محدود، ما انا ليه 7 ايام بس، هي الاي او اس بس اللي هيعكسني شويه، بس انا ممكن اطلع على جوجل، بس يعني هنتعب في جوجل. خلينا هنا نبعت لكم بنفس الطريقه عشان انت تبعت لطلابك على جروب الواتس برضه. طب استقبل اسئلتكم كده وهو شغال كده. ده اول برنامج اندرويد احنا بنعمله مع بعض لمقرر في الكمبيوتر، في بي دي افات انت مجهزها كاستاذ المقرر، سيبه هو شغال كده احنا بنتكلم في المحاضرة الاولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة، تمام؟ وحطيت له الفيديوهات اللي انت حطيتها على اليوتيوب برضو، ادي فيديو درس اول درس تاني تالت، وادي 5 دروس فيديو بطريقتين مختلفتين سلايدر وليست، وادي معرض صور حطيت لي كم معرض صور، 3 معارض صور، معرض فيه صورتين، معرض فيه 3 معرض مش عارف زي ما انت عايز، وحطيت السي في بتاعك كاستاذ المقرر، وصفحه ملهاش اي لازمه انا ملغيتهاش، مش عارف انا ملغيتهاش ليه، دي الصفحه لما كنت بعلمك ازاي تعمل صفحه فاضيه يعني. المهم انا عندي ابلكيشن يقدر الطلبه يستخدموه في الاتصال بيك، ويقول لك اللوكيشن بتاعك كمان، ويبعتوا لك ايميل تواصل معاك ومذاكره وكل حاجه. الطالب تبعت له الابلكيشن تقول له انا الدكتور احمد، بيبقى الدكتور احمد اخر ما معلق معايا، يقول له انا الدكتور احمد عبد الرحمن هبعت لك الابلكيشن دوت تستخدمه في كل حاجه، البي دي اف تذاكر منه، تذاكر البي دي افات، بل بالعكس ممكن احط كويز يعني، ممكن ازود هنا كويز، حتى ممكن احط له لينك الواجب، تسليم واجب، رفع فايل، بس طبعا الوقت يعني ما بيكفيناش، انا بقالي 2:30 شغال مش عايز ازهقكم مني. المفروض في الدورات العاديه 3 ساعات بيبقى فيها بريك، بس احنا ما اخدناش بريك طوال 2:30 اللي بنتكلم فيهم، ولسه بيصدر البرنامج وكده، وهنجربه، لازم نجربه على جروب الواتساب بتاعنا دوت. الرد الآلي احنا عملنا خلاص، حطينا رقم تليفون، هنشوف الوضع ماشي ازاي. نشوف كده، ايوه تمام، اهو الناس بعتت على الجروب. نقفل صفحة المجلة دي ملهاش لازمة، مش هحتاجها. وادي اللوكيشن، وادي العمادة، وادي اليوتيوبات اللي كنت اخدها ريسورسز، وانا فتح الموقع ده عشان نعمل معلومات حول الاستاذ، واخدنا دي منها اللي هي دي، اخدنا ديت، وانتوا بقى غيروا ما يلزم، حولوها لزي دي يعني، تمام، حولوها لزي دي واشتغلوا بيها يعني. ودي الجلسه بتاعتنا، دي الجلسه، وادي الايميل، ما استفدتش منه حاجه، في الايرور، بس بيجي لي في الايرور يعني، بيقول لي خلاص، هو بيقول لي انت نجاح خلصت، ده من 2 ساعة ده لما كنت بصدر قبل كده. ماشي كده الامور تمام كلها، اكتمل الانشاء. حبيب قلبي تعالى بقى، فين هو؟ قم بتنزيل التطبيق، مع ان انا ما كنتش عايز اخد التطبيق المحدود ده، كنت عايز اخد انشاء غير محدود، بما اني 7 ايام تجربي بمزاجي، بس بكره بقى نجرب مع بعض، ولا نجربها بعد شويه. ده الاصدار التالت برنامج اعمله معاك، هبعته لكم دلوقتي وانا بجرب، بس هو غير محدود زي محدود بتاعي، مش هتفرق معانا حاجه. تعال نشوف كده الانشاء غير المحدود، هيقول لي ادفع برضه، لا 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 لا، تعالوا مع بعض هنا ناخد البرنامج التالت تقريبا، هنا في الاندرويد 10 سورت باي ديت اعتقد هو ده، والله اعلم، والله اعلم، 999 اخر 3 تسعات، هو يلا بينا. انا مسكت الموبايل بتاعي يا جماعه، مسكت الموبايل، يلا بينا نحمل هذا التطبيق ونبعت لبعض سكرينات منه. انا مسكت الموبايل وشغال، هبدأ اضغط عليه كليك شمال بس،
انستول كالمعتاد. قال لك ما غيرتش اللوجو، مش مشكلة هنغير اللوجو، كان في لوجو صورة اللوجو ما غيرتهاش، مش مشكلة مش مشكلة ان انا احط صورتي او حاجة. هقول اوبن، ممتاز جامعة القسيم جالك، اللي جاب له حاجة يديني برنت سكرينات. هحاول اتصل، بيحاول يجيب لي الكول وبيتصل لي بالمركز الوطني، انا اسف، بحاول ابعت ايميل، بيفتح لي ايميل وسند ايميل، ابعتوا لي صور يا جماعه البرنامج زي الفل، وشيء ولينك يفتح لي موقع جامعه القصيم، الله اكبر بسم الله ما شاء الله، والهوم بيفتح لي الجوجل ماب بسم الله ما شاء الله. انا عايز صور من حضراتكم، انا مش عايز، انا اهو هبعت لكم اول صوره من عندي بس، كل حاجه شغاله اهو في الابلكيشن من على الموبايل بلا استثناء. تعالوا معايا اهو، ادي اول صوره من عندي، بس انا عايز الباقي من عندكم. ادي اول صوره من عندي، لا انا عايز صور بقى، صور الدكتور خليل. الدكتور خليل باعت ايه؟ لينك ايه؟ ابلكيشن برضو ماشي. انا عايز بقى صور بقى، يعني اضغط هنا ولا اعمل ايه؟ لا ماشي، بس يعني نجرب كده دكتور، لو عندك تليفون اندرويد في البيت ولا حاجة جرب بس كده، يعني نجرب بس. لحد ما تبعتوا لي الصور. عايز ايوه الجمال ده جميل جميل بقى، دخلت على الاستاذ المقرر على طول اهو، والبيانات تقريبا ظاهره، يعني البيانات زي الفل والله، انا شايف كل حاجه بس ما بيعملش معايا زوم، بس البيانات انا عارف اقراها كامله، انا عارف اقراها عندي على الموبايل. تمام تمام. والدكتوره اهو بعت برده الشاشه الرئيسيه، وتضغط على جامعه القسيم يفتح لك على طول. الناس بدات تشتغل اهو يا جماعه، وتبعت لي الحاجه اهو، ادي زميل والتاني والتالت اهو، تمام اهو، الناس بدات تحمل، كل اللي بعت ده بيحمل الابلكيشن عنده، كل اللي بعت ده 12 و5 دقائق اهو بيحملهم الابلكيشن عنده. الدور بقى عند حضراتكم انكم تمام، الناس شغاله اهو، الناس شغاله وحميت، فاضل انكم بقى تشتغلوا تعملوا تطبيق بايديكم بقى. ايوه الدكتور ده دخل على اباوت ادم سالم اهو، اسم ابني اهو، عشان استخدمت ايميله، عشان انا ايميلي كان اكسباير، فهو بقى ايه سامحني على كده، بس هو صغير يعني 6 سنين مش هيفرق معاه، صغير الحمد لله ما استخدمش ايميل الكبار، كانوا دخلوا عليا الجلسه قالوا انت بتعمل ايه، فانا اخترت اصغر واحد اللي ملوش في الموضوع واخدت ايميله، فكده الامور تمام. ففاضل ايه؟ مين لفت؟ احد الزملاء لفت من الواتساب، شكله زهق او هو ما حضرش معانا بس ما كانش مغادر الجلسه يعني. فنبعت كده يا جماعه على جروب الواتس، احنا كلنا مع بعض، ده جروب تدريبي، فنبعت براحتنا الناس اللي النهارده لبكره ايه؟ انكم تشتغلوا بقى بايديكم. ماذا حدث؟ انكم تشتغلوا بقى بايديكم. تمام؟ الناس بعتت اهي برضو. ايوه الكلام الجامد ده اهو، مقرر الكمبيوتر الصفحه الافتتاحيه، المنيو الدكتور فتح المنيو بقى وبقى بيتابع. طب ما تفتحوا لنا فايل ولا فيديو يا دكاتره، افتحوا لنا كده فايل ولا فيديو، استنى ما اشغل لكم انا بي دي اف اشوفه شغال ولا مش شغال. والله شغال، والله شغال اهو، ابعت لكم صوره عندي من بي دي اف اهو، جميل جميل، ويقول لك صفحه كام من كام كمان، ادي بي دي اف عندي شغال اهو، صفحه واحد مش عارف من كام. طب تعالوا شغل لكم فيديو، والزملاء برضو معانا يجربوا، تعال نشغل الفيديو بتاع المحاضره الخامسه بسم الله ما شاء الله اهو. السلام عليكم. يلا وانا شغل لكم المحاضره الخامسه عندي اهو، يعني الفيديو شغال، البي دي اف شغال جوه الاندرويد ابلكيشن، الطالب بتاعك يدخل البرنامج يدعي لك وهو بيصلي، يقول الدكتور انا ماشي بالابلكيشن، بقى عندي فيديوهات الماده كلها على الابلكيشن، انت جمعت له الماده كلها في ابلكيشن واحد،
عنده البي دي افات، عنده الفيديوهات، عنده ايه تاني، عنده كل حاجه بي دي اف وفيديو وصور جاليري. هنا الدكتور بعت لي صوره من ايه من 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 فيديو اخر جوه الابلكيشن، معناه ان الابلكيشن شغال وبقوه، واكتر من زميل شغال على نفس الابلكيشن والناس شغاله. تعالى هنا الصور واشكال الوحده الاولى، ثلاث صور بس، بلاش الوحده الاولى خليها صور كتير. صور واشكال الوحده الثالثه، لا الثالثه قليله، خليها صور واشكال الوحده الثانيه. ايوه دي صور كتير، وادي جاليري صور اهو، شوف بقى شكل جاليري الصور، ادي جاليري صور اهو مثلا، يعني ما هذا صور حد بعد جاليري صور، دي فيديوهات برضو، وادي الدعاء برضو للكاتيجوري بتاعنا، يعني معناها وادي جاليري صور اخترت منهم صورة، بس كل لما اجي اكبرها يقوم عامل لي ايه يا عم خلاص، واقدر اخليها وول بيبر كمان، يعني الصورة اللي انت عايزها. ايوه الصورة الدكتور فتح الصور كلها، وانا اكمل على الدكتور بعته اخترت صورة منهم وايه وشغلتها. تقدر الصوره دي بقى تخليها شير وتكبرها وتتعامل مع هذه الصوره. وفي كمان حول الاستاذ في الاخر اللي هم استاذ المقرر، وتجيب معلوماته وزي الفل الدنيا ماشيه. ملو الصفحه لو انت عملت سكرول فوق وسكرول تحت يجيب لك معلومات الاستاذ، ملو الصفحه لوحده من غير ايقونات ولا حاجه. فابلكيشن اعتقد ابلكيشن كامل مظبوط، الدنيا فيه متظبطه، في كامل المحتوى من بي دي اف وفيديو وصور وخلافه، ومتوقف ان حضراتكم تنتجهم بقى ايه، تنتجهم مثل هذه الايه التطبيقات وتوروها لنا بكره باذن الله تعالى. انا مش عايز اكتر عليكم، وانا داخل على اهو 3 ساعات الا ربع بنشتغل، هاخد من حضراتكم كده الاسئله واسيبكم انتوا تشتغلوا براحتكم في الفتره المتبقيه. يعني انا 5 دقائق اخد الاسئله واسيبكم. طبعا بشكرك يا دكتور احمد، انت من اكثر الناس تفاعلا معايا اليوم، وده ينم عن ايه، ينم عن اهتمام ورغبه في التعلم، مش مجرد حضور تدريب لاخذ شهاده فقط. فانا اعتقد انك هتنتج، وطبعا بقيه الزملاء اللي بعتلي على الجروبات طبعا، الدكتوره بلقيس والدكتور احمد والدكتور نواف والدكتور يوسف او الدكتوره سالي وبقيه الدكاتره كلهم، مش عايز انسى حد، ولكن انا بشكركم شكرا جزيلا. ولو ما فيش اي اسئله انا هسيبكم اخر ربع ساعه تجربوا. دكتور محمد الغالي هيسال سؤال رافع يده، ودكتور عبد الباقي اشغل لكم المايك. اوكي اشغل لكم المايك بريزنتر. لا دكتور محمد الغالي بس اللي متبقي، الدكتور مشى، وبرضه الدكتور محمد يبقى انتوا كده رافعين اليد بالخطا يعني. طيب ماشي ماشي خلاص خلاص، انا بشكركم شكرا جزيلا. لو ما فيش اي اسئله، لو ما فيش اي اسئله اسمحوا لي ان انا اوقف الشير، والاخر ربع ساعه عندنا انكم تجربوا وتنتجوا ابلكيشن وتبعتوا لي على الجروب. قدامنا لحد الساعة 12:30 من حقكم ننشر على الجروب زي ما احنا عايزين، ده جروب تعليمي، اللي مش هيعجبه الإشعارات يعملوا صامت وما يدخلوش، مفيش مشكلة يعني، خليك معانا بس تاخد الأخبار واعملوا صامت لو هتنزعج يعني، إنما مطلوب ننشر على الجروب الأبليكيشنات والزمايلنا يشوفوا خبراتنا والزملاء في العمادة يشوفوا قد إيه إنكم شغالين واستفدتوا من اليوم التدريب الأول، بحيث إن اليوم التاني بكرة هيكون اقوى باذن الله تعالى، وهناخد تطبيق جديد وبرنامج جديد. انا بشكركم شكرا جزيلا، واديكم فرصه انكم تشتغلوا، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودلوقتي طبعا اللي عايز يغادر الجلسه عشان تبداوا تجربوا، مش عشان حاجه تانية، تغادروا الجلسه عشان تبداوا تجربوا، فبرحب اهلا بحضرتك، شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.